في كينج فارماسي. نبات كينج فارماسي يعني ايه في كلمه نبات؟ انتوا صورتوا الورق حاجه دي؟ لا الراجل ده ورق ايه حطيتها؟ انا حطيتها على الجروب. حطيتها على الجروب. انا ايه ورق ما صورتوش؟ حد سال صورنا؟ لا والله. ماشي. ورق ايه؟ ورق ايه؟ لا الاكيوت هو على الجروب. الورق بقى لا ممكن ابعته ليكوا دلوقتي. نتابع من الموبايلات لو عايزين. نتابع من الموبايل. مش شبه. المهم باتك انكفالوباسي. اولا يعني ايه باتك انكفالوباسي؟ نيورو سايكايتريك مانيفستيشنز ان باتك بيشنت. يعني مش موجود في الكتاب. ده موجود. لا ده موجود. ده الاكيوت ليفر سيفيرير برضه موجود بس اللي انا جايبه اكبر شويه. بس واحده من دي عايز اتكلم هنا اتكلم بس. نيورو سايكايتريك مانيفستيشنز neuropsychiatric manifestations in hepatic patients. ده اللي هو hepatic encephalopathy. طبعا لما اقول hepatic encephalopathy ده بيمثل رعب جامد جدا في عيان الليفر. بس لازم تسال نفسك سؤال، هو ليه عيان الليفر اصلا بيدخل في hepatic encephalopathy؟ عيان الليفر بيدخل في hepatic encephalopathy عشان ست حاجات. كام حاجه؟ ست حاجات. ايه هما ست حاجات؟ عشان ما ننساش بقى يقول لك ثلاثه في الاول نخلص منهم. طبعا لما اقول hepatic encephalopathy فانا المتهم الاول والاخير يا جماعه توكسيك، واهم التوكسيك دي اللي هو ايه يا ولاد؟ اللي هو الجابه، اللي هو قصدي الامونيا. معايا؟ الامونيا. وعلى الرغم ان الامونيا هي السبب الاصيل في الهيباتيك انكفالوباسي، الا ان الامونيا ايه؟ ليست سنسيتيف ولا سبيسيفيك لتشخيص الهيباتيك انكفالوباسي. خد بالك من الحته دي عشان كده ساعات يقول لك الهيباتيك انكفالوباسي شخصها زي نقيس الامونيا في الدم، كله لا، لانها ليست سبيسيفيك ولا ايه يا جماعه؟ ولا سنسيتيف. المهم رقم واحد الامونيا. طيب وبعد كده طب يا الامونيا ازاي تعمل هيباتيك انكفالوباسي اصلا؟ لانها بتروح تشتغل على التريبس سايكل. معايا تعمل انكيبيشن في التريبس سايكل دي فممكن تدخل الانسان في غيبوبه. المهم يعني الامونيا اتهرست مليون مره قبل كده وكل الناس عارفينها. في حاجه اسمها جابه، جابه اللي هو الجابه عملته بيكون كاسل. الجابه برضه تعتبر ايه؟ برضه الجابه بتعمل هيباتيك انكفالوباسي، لان الجابه دي تعتبر انهبيتوري ايه يا جماعه؟ نيورو ترانسميتر. يعني تعتبر نيورو ترانسميتر مثبط شويه فممكن يدخل العيان في هيباتيك انكفالوباسي. في كمان حاجه انتوا معلومه طبعا كلكم عارفينها، كلكم عارفين برانش الامينو اسيد والاروماتيك امينو اسيد صح؟ المفروض ان يبقى في توازن بين الاثنين دول. البرانش طبعا عارفينهم اللايسين والايزوليسين والفالين والكلام ده. انما المفروض يبقى في برانش والاروماتيك يبقى في توازن، لان التوازن ده هو اللي بيكون ايه يا جماعه؟ النيورو ترانسميتر الحقيقيه بتاعتنا. اللي بيحصل هنا بقى في عيان الليفر، انتوا عارفين ان البرانش الامينو اسيد بيتكسر فين او الميتابوليزم بتاعه فين؟ بيبقى في السكليتا المصل. مينلي في السكليتا المصل، جزء صغير جدا في الليفر لا يذكر يعني. عارف بقى مين اللي ميتابوليز في الليفر؟ عشان كده لما الليفر يبوظ مين اللي هيزيد؟ البرانش كده كده هيحصل له ميتابوليزيشن فين يا جماعه؟ في العضلات. انما انت بتتكلم اللي هيزيد الاروماتيك امينو اسيد. طبعا لما الامينو اسيد الاروماتيك يزيد دي مشكله جامده جدا. ليه مشكله جامده جدا؟ لانه بيبدا ان هو يدخلنا في حاجه اسمها فولس نيورو ترانسميتر. بدل بقى ان النيورو ترانسميتر اللي احنا عارفينها الدوبامين والادرينالين نور ادرينالين والكلام ده، لا بيدخلك في فولس نيورو ترانسميتر ممكن تكون ايه يا جماعه؟ مثبطه لانشطه الدماغ عموما. وعشان كده جزء من جزء اصيل في علاج الهيباتيك انكفالوباسي هيبقى ان احنا ندي للعيان ده ايه يا جماعه؟ برانشد امينو اسيد. معايا؟ عشان نعمل التوازن ده بين البرانشن والاروماتيك امينو اسيد. المهم بقى اول ثلاث اسباب، رقم واحد امونيا، رقم اثنين اللي هو الجابر ومعاه كمان الكابتن اللي احنا جبنا سيرته قبل كده، ورقم ثلاثه وبيحبوها قوي يا جماعه دي حته مهمه جدا، حته الاروماتيك امينو اسيد بيزيد. انتوا عارفين يعني ايه الاول اروماتيك امينو اسيد؟ اروماتيك امينو اسيد اللي فيها حلقه بنزين، البنزين رينج. طيب وبعد كده ندخل بقى بعد كده في ثلاث اسباب كمان. ايه هما الثلاث اسباب اللي بعد كده؟ يقول لك الثلاث اسباب اللي بيعملوا هايبوكاليميا، او الثلاث اسباب اللي الهايبوكاليميا بتعملهم. يعني لو وجود الهايبوكاليميا وانتوا عارفين اذا ذكر الهيباتيك انكفالوباسي ذكر الهايبوكاليميا. وانا مش جاي اقول ليه، لان يعني انتوا عارفين طبعا على طول اي واحد ليفر بيبقى هايبوكاليميك، سواء بقى من اسايتس، سواء من اسبريشن بتاع اسايتس، سواء من الدايوريتك اللي بياخدها، فبيبقى بطريقه او باخرى بيدخل في الاخر في هايبوكاليميا. الهايبوكاليميا دي بتعمل ثلاث حاجات، الثلاث حاجات دول يعملوا هيباتيك انكفالوباسي. ايه هما الثلاث حاجات؟ على فكره تعرف تعرفوهم، يعني اول واحده يوم مش هنتكلم خالص مع بعض، اول واحده تبقى ايه يا جماعه لما يحصل هايبوكاليميا؟ وجود الهايبوكاليميا هيعمل ايه؟ تعرفين يا جماعه البوتاسيوم هايبوكاليميا يعني بوتاسيوم قليل. طب لما يبقى ايه اللي انا عاملها دي يا جماعه بايدي؟ خليه، صح؟ المفروض ان في حاجتين بيخشوا الخليه مع بعض، الجلوكوز والبوتاسيوم. طب لما البوتاسيوم يقل مش هيخش، يبقى الجلوكوز مش هيدخل، لان المفروض البوتاسيوم والجلوكوز يدخلوا مع بعض في الانسولين. فانت عندك البوتاسيوم قليل، رقم واحد الهايبوكاليميا تعمل نقص جلوكوز انتري تو ذا ايه يا جماعه؟ تو ذا سيل. وعشان كده يا جماعه الكومه بتاعت الليفر بتبقى قريبه جدا على فكره بالمناسبه من الهايبوجلاسيميك كومه، يعني برده بتبقى الريتابول برده بتبقى وهكذا يعني.
فاول حاجه نقص الجلوكوز انتري. طب تاني حاجه البوتاسيوم يعملها ايه يا جماعه؟ تاني حاجه لما البوتاسيوم يقل يحصل ايه؟ يحصل انتوا عارفين الهايبوكاليميا تعمل الكالوزس، قلتها قبل كده كتير، لما الكاليميا تعمل الكالوزس والالكالوزس تعمل هايبوكاليميا اللي هو بوتاسيوم نص. فالهايبوكاليميا في حد ذاتها تعمل الكالوزس، ولما اقول تعمل الكالوزس انتوا عارفين اللي هيحصل بقى، صح ولا غلط؟ لان انا لمصلحتي يبقى عندي الكالوزس ولا اسيدوزس؟ اسيدوزس. انا هنا بصوا يا جماعه، عارفين ال NH3 معايا؟ ال NH3 بتتحول لامونيوم اللي هو NH4، عشان ال NH3 تتحول ل NH4 اللي هو الامونيوم محتاجه ايه؟ H ions، يعني محتاجه ايه برضو؟ اسيدوزس. طب لما يبقى في الكالوزس الامونيا مش هتتحول لامونيوم، وطبعا دي مصيبه، لان الامونيوم مسته ان هو يا جماعه نوت ابزوربابل، فمش هيوصل للدماغ، وبالتالي يا جماعه مش هيعمل هيباتيك انفلوباسي. فانا مصلحتي الامونيا تتحول لامونيوم، لكن انا عشان تتحول لامونيوم محتاجه اتش ايونز، والراجل ده عنده الكالوزس. شفت الكالوزس عملت ايه بقى؟ شفت الهايبوكاليميا عملت ايه؟ رقم واحد نقص جلوكوز انتري تو ذا سيل، رقم اثنين ان هي عملت الكالوزس اللي منع التحول الامونيا الى ايه يا جماعه؟ الى الامونيوم. رقم ثلاثه ان وجود الكالوزس والهايبوكاليميا الاثنين مع بعض يقتلوا او يدمروا ورقه التوت الاخيره في الدماغ. تعرف ورقه التوت الاخيره اللي هو ايه؟ الحمد لله كويس، بس الحمد لله مش كل السموم برضو تطلع للدماغ، لانه محمي بفعل مين يا جماعه؟ بالظبط البلاد برين بارير. لكن هنا برضو البرميابيلتي بتاعت البلاد برين بارير الكالوزس بتوسعها شويه او بتبوظها، وبالتالي يبدا يحصل ايه يا جماعه؟ موت وخراب ديار. شفت بقى الباسو جينيسيس بتاع الهيباتيك انفلوباسي ايه؟ قلنا ست حاجات. ايه هما ست حاجات بقى؟ ثلاثه في الاول سموم، ايه هما السموم؟ الامونيا والاوماتيك. وبعد كده قلنا ثلاثه بفعل الهايبوكاليميا. واضح ولا مش واضح؟ واضح. ايه الكلينيكال بيكتشر او ايه الاسباب اللي ممكن تعمل هيباتيك انفلوباسي؟ طبعا الاسباب ست اسباب برضه. رقم واحد وده اهم حاجه، تاكل لحمه كتير. طبعا البروتين انتيك يزيد، عشان كده بتوع الليفر دايما نقول لهم ما تاكلوش لحمه ايه يا جماعه؟ كتير، لان اللحمه ما هي الامونيا جت منين اصلا؟ من حته اللحمه اللي انت كلتها، وبالتالي زياده. عشان كده بيسموها حتى دي الكوما اللي بيسموها ماندي كوما، لانها الكوما اللي بتيجي في الاجازات يعني. ماندي؟ لو خد بالك عندهم يعني بره. لان دايما اللي عندهم ليفر بايظ بيجي له كوما فين؟ في الاجازات. لانه بقى بيبقى الكحول وبرده بياكل لحمه كتير وبتاع وكلام من ده، وبياكل اكتر، فممكن المعقد لكده. ساعات العيان بقى يدخل في هيباتيك انفلوباسي، عشان كده حتى عندنا في مصر الهيباتيك انفلوباسي دي اكتر بعد العيد الكبير مثلا. انت واخد بالك؟ لانه طبعا بياكل لحمه كتير ومش عارف ايه، تلاقيه ب 60 نيله بعد العيد على طول. المهم بقى بعد ممكن يبقى عنده زياده في البروتين انتيك من غير ما ياكل بروتين انتيك اصلا. وده بينه وبينك ده السبب المهم بالنسبه لي الجي اي تي بي. هو اللي عنده جي اي تي بليدنج بينزل ايه؟ او بينزل ايه دم؟ طب الدم ده عباره عن بروتين معايا ولا هو بلاستيك؟ ما بروتين والبكتيريا بتشتغل عليه. وعشان كده العيان ده مظلوم قوي يا جماعه. يجي يقول لك شوف يا دكتور انا عندي، شفتني انا عندي هيباتيك انفلوباسي، تيجي اسامي تاخد سيرف معاه كده وعنده هيباتيك انفلوباسي، تقول له انت اكلت لحمه كتير، يحلف لك بلانه ما اكلش لحمه، يحلف لك ده انا هاكل لحمه ايه؟ ده انا اخري بروح الحس اللحمه العطاطوره يا دكتور، وتلاقي راجل غلعان. فاللي هو ياكل لحمه من غير ذنب لانه عنده جي اي تي بليدنج. عشان كده اللي عنده هيباتيك انفلوباسي الصح ان احنا نعمل له ايه بقى؟ اندوسكوب عشان نشوف النزيف اللي عنده ده الجي اي تي بليدنج. خصوصا ان هذا العيان اصلا اقصى عرضه ان هو ينزف، يعني خدوا بالكم بورتال هايبرتنشن كده بتبقى ب 60 نيله. فالمهم ومن غير البورتال هايبرتنشن هو اصلا عنده جاستروبس، عنده استعداد نزيف بالظبط. فالمهم ده كده اللي هو ايه يا جماعه؟ طب وثالث حاجه ان واخد دم بس مش دم طازه، مش دم فريش. المفروض انا دايما بقول ان الدم البلاد ترانسفيوجن في عيان الكبد لازم يبقى صابح من تحت الجاموسه، يعني لازم يبقى صابح جدا، يبقى فيري فريش. وانا كاتب حتى فيري فريش، انا مش كاتب فريش، انا مش كاتب فريش، مش كاتب اي حاجه، مش كاتب بقى سبيشال الدم تريتمنت. في التريتمنت هي ليلى قالت لي ده الموضوع، ما نسيب ذكرى بقى. انا بقول البرسيبيتيتنج فاكتورز، انا بتكلم عن برسيبيتيتنج فاكتور اول ما بلاد ترانسفيوجن. فعشان كده لازم ياخد ايه بقى؟ عشان كده الثلاثه دول بيزودوا الامونيا معايا. طب ايه بقى اللي بيقلل البوتاسيوم؟ مش احنا قلنا اسباب الهيباتيك انفلوباسي هي زياده الامونيا نقص البوتاسيوم؟ قلنا ثلاث حاجات تزودوا الامونيا. طب عايزين ثلاث حاجات بقى يقللوا البوتاسيوم. دايوريتيك هرمون بقى اللي انتوا عارفينهم، دايوريتيك هرمون ممكن اسبيليشن اوفايس، ممكن كمان على فكره في اذر صراحه حاجات ثانيه كتير. هو مش عنده هايبوكاليميا، احنا ليه نودي له ال ليه؟ احنا بننزله خلاص بحسب ده التريتمنت. ده مش تريتمنت، ده احنا برسبتيتنج فاكتورز. في اذر صباح حاجات تانية كتير زي ادويه، في ادويه تعمل هيباتيك انفلوباسي زي ايه يا جماعه؟ زي مثلا مورفين، ده يبقى مجنون اللي يدي مورفين في واحد عنده ليفر.
لان اصلا المورفين ميتابولايزد فين؟ في الليفر. في الليفر. طب الليفر بايظ ده المورفين بتاعه في السمك واضح. زي مثلا اسبونتينياس بكتيريال بريتونايتس دي برضو ممكن بريسيبيتيت ايه، وانا حتى قلت العيان اللي عنده اسبونتينياس بكتيريال بريتونايتس بيبقى اكثر عرضه لايه؟ اكثر عرضه لذباتك انفلوباسي، وتلاقي صحته اتنيلت ب 60 يناير. وبالمناسبه كنا قلنا ايه الرقم المضيء في الاسبونتينياس بكتيريال بريتونايتس؟ 500 فوق 500 او فوق 250 لو معاه سيمتومز. الكلام اللي احنا قلناه امبارح. في كمان اللي هو السيرجري. السيرجري اللي هي ايه يا جماعه؟ بورتو سيستميك ايه؟ بورتو سيستميك شوك، اللي هي دي هنتكلم عنها في البورتال هايبرتنشن. والبورتو سيستميك شانت دي اللي كانت على ايام عبد الحفيظ حافظ، عبد الحليم حافظ. ما سافرتش ليه؟ كان مسافر الراجل ده امبارح. بورتو يعني انت مش كنت تقول مسافر بسرعه؟ نحسته الفريق امبارح. احنا اول مره نتفق. فده كده اللي هو ايه؟ بورتو سيستميك شانت. بورتو سيستميك شانت اللي هي العمليه اللي كانت طلعت. تعرفين بورتو سيستميك شانت يا جماعه؟ احنا قلنا اللي فين اول مره. والسيستميك سيركيليشن. البورتو سيستميك شانت دي اللي طلعت ايام عبد الحليم حافظ. كان فيها تيبس. كان فيها تيبس. ويوميها اول ما طلعت كان فرحان جدا. في اخر الستينات. بس ما عملهاش. بس ما عملهاش ليه؟ لان الدكتور صديقه كان فيه دكتور صديق ليه في احدى ضواحي الزمالك. اتصل بيه بسرعه وعبد الحليم كان ساكن هناك. فاتصل بيه بسرعه قال له الحق ده في عمليه جديده سمعت عنها. فقال له حليم انت مش عامل العمليه دي. بس مش عارف تغني. مش عامل العمليه دي ليه بقى؟ قال له لان لو عملت العمليه دي مش عارف تغني. انت مش عارف تغني هيجيلك انفلوبس. يعني هتبقى واقف على المسرح تايه. هتبقى اللي هو واقف كده اللي هو ايه مش عارف. مش واقف. فعشان كده فقال له اختار يا حليم. هو يوميها قال له كده. قال له اختار يا حليم يا خف يا خف. حليم يوميها اختار ان هو يغنش. ومات. طبعا انا بقى احلى الاغاني بقى وما تخافيش وميال وراجعين وعمل اغاني. لانه فعلا لو كان عمل عمليه كان هيدخل في انفلوبس. كان بورتا هايبرتنشن هيخف اه بس هيدخل في انفلوبس. بس ما كانش مات. المهم يا جماعه ده كده اللي هو يبقى تاني الباسو جينيس كام حاجه؟ سته. سته. فاكتورز كام حاجه؟ سته. برضه سته. طب والكلينيكال بيكتشر بريكوما وكوما. طبعا بريكوما وكوما. ما حصلش الورق برضه يعني. فالمهم في كوما وكوما. الكوما سيبوكوا منها خلاص كوما قريت ابو الكوما. انما البريكوما بقى يقول لكم هو اللي عنده نبات انفلوباسي بيبقى حزين ولا فرحان؟ بيبقى عيل صغير. حزين. حزين يا سيد. 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 عشان تبقى اثنين بحرف الاس واثنين بحرف الاي واثنين بحرف الاي. بس سيد سيد اللي هم ايه بقى؟ طبعا الاثنين بحرف الاس اللي هم ايه؟ نوم. ونوم العيان بيبقى انفيرتد سليبلس طبعا. بيبقى اللي هو وعلى فكره لازم الاعراض دي تعرفها لاهل العيان مش العيان نفسه. لان العيان اصلا عنده مشاكل سايكايتري كتير فهو مش حاسس وما بيبقاش اورينتد وعنده ايه اصلا هو مش داري. انتوا واخدين بالكم؟ فلازم المحيطين تجيب مثلا ايه يا جماعه؟ تجيب مراته وتقول لها شوفي يا ناس اول ما كذا 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 بس دي مراته لازم على طول تبلغيني معايا. تجيب ولاده ومراته اللي هو كده ما هو انت ما حفلت لسه يا جماعه. تيجي تقول لك مراته تقول لك حاجه غريبه قوي تقول لك ممدوح تقول لها ايه؟ كان فنجل وقعد سهران طول الليل ونايم طول النهار. اوعى حد يقول لي ما ده طبيعي يا جماعه. ده طبيعي بس المفروض انت طول النهار ايه يا جماعه صحي وطول الليل نايم. انما فجاه كده اي مرض ميتابوليك بالمناسبه بيعمل كده. فهو ده اول حاجه من الحاجات اللي هي يا جماعه نواقيس الخطر بالضبط. يعني تبدا ايه نواقيس الخطر كده من انفيرتد سليبرز. الاس الثانيه طبعا السبيتش بتاعه الكلام الكلام بيبقى ايه يا جماعه مونوتونس او بيبقى على وتيره واحده اللي هو عشان كده اصعب حاجه في الدنيا واحد مثلا يكون بيشرح وعنده مثلا هيباتيك انفلوباسي اللي هو تلاقي الدكتور مثلا عمال يشرح او يجي في مره تلاقي يا جماعه هيباتيك انفلوباسي نيورو سايكايتريك مانيفستيشنز هيباتيك بيشنت ريسبتيتنج فاكتورز مش عارف ايه ويفضل كده. ده اللي هو يا جماعه ده بقى ما هو ده بقى ممكن يباتيك انفلوباسي بس ده بيشرح بالليل بقى مش بيشرح الصبح مش عارف. فده كده اللي هو اتنين حرف ايه يا جدعان؟ حرف الايه اللي هم ايه بقى؟ الايه الاولى اللي هو برضه متنوع. عشان كده برضه ما انا قلنا صعب تلاقي دكتور يشرح وعنده باتيك انفلوباسي برضه اصعب حاجه برضه عنده باتيك انفلوباسي لانه قاعد قفسي قدامه قاعد متنح قدامه اللي هو ايه تساله سؤال بيجاوبه بس بعد سنه. طب ما ده الطبيعي بس بيجاوبه على قد ما الايه الثانيه بقى اللي هي يا جماعه طبعا كلكم خدتوها استراكسز اللي هو استراكسز استراكسز طبعا عارفينها في لابينج ترامز. اسال سؤال غبي بس خايف اسال سؤال غبي يطلع ما حدش يجاوب يطلع يا جماعه انا مش عارف ده سؤال ايه بقى. هي الاستراكسز طبعا هي مش سبيسيفيك اللي بتحصل ولا دكتور اقول هي الاستراكسز اللي هنا يونيلاترال ولا باي لاترال؟ باي لاترال.
تخيب بايلاتر على تعفيف تقول ايه تقول لاتر والله بايلاتر اه بايلاتر ده كان هو ايه بايلاتر ممكن نتفاز ممكن نتفاز الناس الكبار في السن بقى لهم اسيروسكلوزس فالحاجات السيستميك تبقى اه لو هو اصلا عنده مشكله في الدماغ اثنين ما عارف دي الاولى اللي هي يا جماعه حصه جايه اسمه ايه دايت خلاص صندوق عادي عندي اي حاجه صندوق وانت جايه وانت جايه فودافون كارت المال بس اوكي كارت المال اطلب بيكبر 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 بس لا بلاش انرجي بس هم الاثنين دول بس فين دايت هاوس وكارت المياه برضه عشان ايه بعد على فكره وجبه جندوفلي والله دكتور حلو لا والله سمك تعزمه كنت جاي اقول لك بقى اه ده عن تربيه كده اصل انا متاكد على فكره يا دكتور ان انا 10 ايام بالظبط في البيت فالمهم دي كل حاجه دي الاولى اللي هي ديس اورينتيشن دايت ديس اورينتيشن اللي هي يبقى يا جماعه مش وحش وعلى فكره فعلا عيان اللي بفتح الكهرباسي بيبقى مش وعي يعني ايه يا جماعه يعني يقول لك مثلا عارف اكثر العيادات مسخره هي عيادات مين بينك فلو بس عيادات اللي باثولوجي ضربت رفع عليه مثلا عيان باثولوجي او دكتور باثولوجي هتلاقي العياده فعلا مسخره ازاي بقى تلاقي واحد قاعد مثلا ايه هقول لك على حاجه انت مثلا ما بتقلع عندي مطرح دكتور جوه في اوضه الكشف انما ده ممكن ديس اورينت يعني تلاقي والله فعلا ده بيحصل يبقى قاعد كده يا جماعه طبعا بتوع الليفر الاعداد بتبقى زحمه قوي فكلهم بيبقوا قاعدين هتلاقي في 2 3 عندهم هيبات انفلوباسي او جليكوما كده تلاقي عادي جدا هو قاعد عم بدا يقلع في البصره عادي جدا فلازم برضو يبقى الناس اللي واقفين يا جماعه يبقوا فايقين الحكايه دي هم كلهم لما تلاقي قهوه جنب مستشفى وقاعد عليها عيانين ليفر كتير وشكل بتوع الليفر بيبان على فكره العيادات دي الاهم دي بتبقى مسخره هي تمام العيادات بتاعه انت لما تخش الحمام ده ممكن عادي جدا لو مش واخد باله السوريتد هو قاعد على يوم على الترابيزه ورايح الحمام وتلاقيه بيقلع عادي جدا او لو لابس جلابيه تلاقيه بيرفع جلابيه يعني هو عادي بتبقى فعلا حاجه يا جماعه ديس اورينتيشن اللي هو بيبقى عنده مش عارف احنا فين دلوقتي الحاج وهو مثلا في المستشفى في الاي سي يو تلاقي مثلا بيناديك ايه يا كابتن يا عم وانا بشوط شايف فين دلوقتي احنا في الكوبري كوبري بيقول لك كلام ايه يا جماعه كلام ديس اورينتيشن دي الثانيه دي مهمه جدا على فكره ودي مراته هي اللي بتعرف ولاده اللي هم العيله نفسها هم مابقاش واخد باله منها اللي هو مش عارف اقولها ازاي عشان تبقى بيديه حاجه اسمها نكست ديربت بيهيفير او حاجه اسمها ايه يا جماعه بيبقى مخه صغير مش عارف دي اللي هو بيحمرق بسرعه عارف انت مخه صغير على فكره حتى ساعات بيسموه تشارج يعني اللي هو ايه دي معناها اللي هو تعرف يعني ايه مش عارف اقولها بالانجليزي اللي هي بيحمرق يقفش بيقفش بسرعه اللي هي مخه طفولي او مخه صغير انتوا واخدين بالكم اللي هو ممكن مثلا يطلق مراته او حاجه غريبه جدا جدا يقول لها مثلا الساعه 4 الفجر مثلا وده دي بتحصل فعلا في الفترات دي اللي هو الساعه 4 الفجر تعمل لنا مثلا حله محشي شوف لا دي مش حاجه خايفه دي حاجه مهمه صح؟ مهم ده بيحصل فعلا ده بيحصل فعلا يا جماعه اللي هو عملت كوبايه شاي طلع سخن من 10 سنين وعلى فكره اقول لك على حاجه روح الاي سي يو هتلاقي ان الناس عندهم هيباتوما طبعا عنده هيباتوما عنده هيباتوما عنده هيباتوما بس في كميه طلاق بتحصل كتير قوي كميه طلاق بتحصل كتير جدا بسبب الموضوع ده فحتى المفروض ان هو ما بيبقاش واعي بيها يا جماعه واعي بيه لان هو طلع العصير على مراته واحنا جايين حرقها عصير عصير ده كباله على وش الواقف لا والله لا في حاجات اللي هي حاجات بتبقى ايه بيبقى صغير ممكن تلعب حاجه هي فكره بس فاللي هو لازم اهل العيال يبقوا عارفين كده فعيالين الكبار على فكره معرضين جدا للحكايه دي طب هو لو طلقها كده يبقى طلقها فعلا لا ده المفتي كان طلع فتوى ان الطلاق لا يقع اه ما دام عنده باك ان فرنسي طب لو بريكوما اللي هو كده فالمهم بص بقى ده فده كده اللي هو الكلين كابتشر نعالج المرحوم ده زي طبعا في بقى المراحل عندكم اربع مراحل مش مهم مين اول طرف من اربع مراحل دول نخش على طول على ايه الدايجنوزس طبعا ده يعني ايه مرحله ليه تبدا امتى ازاي يعني بتبدا انت في مراحل العيان لا في مراحل العيان دي فاليو ما اقدرش اقول امتى يعني مثلا في الاكيوت ليفر سيلفيلير انا اعرف دلوقتي ان هي بتبدا بدري قوي ممكن في خلال اسبوعين ثلاثه بعد جونز على طول انما في عيان الكورونيك اصلا لا بس عيان الكورونيك لو دخل في انفلو بس شوكه في حاجات معينه يا اما كان مثلا اكله فيها بروتينات كتير يا اما شرب كتير يا اما خد دايوريتك يا عمل اسبريشن فاسايتس على حسب العيان نفسه
يا اما عمل عمليه من دول يا اما دخل تظبط لك بتيرابوكلايتس وبيمر بكذا مرحله بقى المراحل دي اربع مراحل المراحل اللي عليها العين اللي بتبقى خطيره فعلا وعلى فكره الباك اند فالوباسي ان وان وورد في كلمه واحده مش خطيره قوي يعني انت لو لحقتها ومتابع عيان ما بتبقاش خطيره غير في الاكيوت انما في العيان العادي اللي بيدخل في باك اند فالوباسي ده وارد يبقى في البري كوما ويظبط شويه بيرجع تنشي انت واخد بالك انما المراحل بقى اللي بتبقى سخيفه شويه المرحله الثالثه والرابعه الرابعة دي اللي هو في كوما دي في كوما جاي لك في كوما قوي بقى خلاص بتاخد قد ايه ولا عايز ايه؟ طبعا ده هو فترة الهيباتوم اصلا بيحصل بقى ريكرنت من ده يعني يجي الحالة الثانية ويرجع تنجي تلاقي موده بدأ يتظبط لان كل اعراض كلها سايكايتري اكتر منها نيورو يعني فالمهم ده كده الدايجنوزس طبعا بنعمل اي جي حلو الكلام مين اللي بيظهر الاول فيه؟ الكلمة المهمة هنا الامونيا اكتب بس يا جماعه الله يخليكم حط كده تحت كلمه ايه نوت سبيسيفيك نوت سبيسيفيك يعني سؤال صعب يجي يقول لك از ريجارد تو هيباتيك انفلوباسي ويتش از كوركت ويجيب لك مثلا يقول لك الامونيا سبيسيفيك الاختيار اللي بعديه على طول امونيا سنسيتيف فالطالب طبعا بدماغه يقول لك طيب هي واحده من الاثنين يا سبيسيفيك يا سنسيتيف تقعد بقى تقعد تفكر بقى هي سبيسيفيك ولا وما يعرفش غالبا هياخدها سنسيتيف ولا دي لا هي دي ولا هي دي مش هي دي بس كده لا ده مش شيء يعني يعني جمله انت عارفينها دي حلاوه ان الامر حلاوه دي مش دعوه دوريه ثانيه خالص دي واحده بس نتكلم عن كده تعالج بقى الهيباتيك انفلوباسي ازاي نعالج الهيباتيك انفلوباسي سهله سبع حاجات بقى ايه هما سبع حاجات بقى سيبنا خلص الموضوع ده لان الموضوع ده اهم الاكيو وتبقى صرف ليه نعالج الهيباتيك انفلوباسي ازاي الهيباتيك انفلوباسي بنعالجه واحد في الجراحه قالوا ثلاث حاجات بنعملهم على طول نديله انا مدينه فلاجيل و... ايوه بالظبط بس اول حاجه الاول هوسبيتاليزيشن نرجع الاول ما الكلام ده مش هنعمله على قهوه هوسبيتاليزيشن احسن يكون عارف فين يا جماعه اي سي ونعمل اندوسكوب لازم اعمل اندوسكوب عشان اعرف ايه يا جماعه مصدر البليد اول حاجه بعد كده نشوف الاكل بتاعه برده الاكل بتاعه ليه عشان البري كوما هو لسه حتى في البري كوما معايا ولا مش معايا الاكل بتاعه اول حاجه البروتين طبعا ممنوع وعلى فكره معنى ان مش معنى ان انا اقول ممنوع يبقى اي عيال ليفر ما بياخدش بروتين ياخد. انما هنا في البري كوما اول ما يدخل نفاهم المراهق شوف يا اليسا اول ما تلاقيه كذا وكذا وكذا بيعمل ايه وبيعمل دي يبقى لازم مفيش بروتينات خالص معايا انما ما تعملش دكاتره التلفزيونات بقى اللي قاعدين طول النهار ومذيعة حلوه كده جنبه وهو يقول لها ايه وهي تقول له اه راجل عينيه الساده مشاهدين ايه يقول لها طبعا اول حاجه مفيش بروتينات خالص مفيش لا عيان الكبد بياكل عادي الاكل كله مسلوق بص الاكل كله مسلوق عشان ننجز بس الاكل كله مش عارف ايه الكلام كله غلط يا جماعه لان عيان الكبد اصلا بتبقى نفسه مسدوده عن الدنيا وعشان كده ما ينفعش انت تسدها له اكتر مش طول الوقت والاكل مسلوق لا كل اللي انت عايزه لكن اما تيجي اعراض الكوما اللي هي البري كوما البروتين يبقى ريستريكتد طب بالنسبه بعد كده للكربوهيدرات نزود الكربوهيدرات حتى فيه دايما يقول لك اوسيكا خيرا مع عسل النحل يعني دايما العيان ده ياكل فواكه كتير وعسل نحل ايه يا جماعه كتير بس طبعا ما بيبانش قوي عشان طبعا بس ياكل الحاجات دي لان يعني بيبقى مصدر سهل من مصادر الايه الطاقه وانا عايز مصدر سهل من مصادر الطاقه ليه يعني عشان ما يستهلكش البروتين بروتينات طب ايه رايكم في الفات ياكل فات ولا ما ياكلش هنا الفات زيادتها مش حلوه وبرده ايه يا جماعه نصها مش حلوه الفات برده تبقى ايه لان لما الفات بتزيد في الاكل بتعمل نوزيا صح فانا برده مش عايز فات كتير وما الفات تقل قوي برده هتعمل كونستيبيشن وانا مش عايز كونستيبيشن على فكره انا عايز يبقى لما سالت عشان ينزل اه يعني كونستيبيشن طبعا عايز دوري فعشان كده وياخد ايه طبعا ياخد طبعا البوتاسيوم طبعا على قد ما يقدر مش حياتي حسب مش حياتي ما نزلش مش على شجره الموز الصومالي والناس بتاكل ده على الرمضان اصل بعد الموز الصومالي ويقول لك ايه كمان يقول لك كمان خد بالك اه في رمضان طبعا سلسله من القمر دي دايما عيانين اللي بتاكل طبعا عيان لازم تقول له ايه يا جماعه بوتاسيوم لازم والمشمش والموز والحاجات دي كلها المهم يعني اهم حاجه بقى في الموضوع كله بعد ما خلصت خلاص الدايت وظبطنا الاكل لازم اهم حاجه ودي مهمه جدا 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 واعمل حواليها دايره اللي هي الانما طبعا ودي مش انت اللي هتعملها انما الممرضه هتعملها انما كل اربع ساعات لازم عشان ايه؟ ما هي المصيبه كلها بدات من هنا السيستم بتاعتك وفيها حته لحمه البكتيريا شغلت عليها فانت لازم تعمل ووش طب ووش ليه بقى لازم الانما كل اربع ساعات طب ما انا في انتي بايوتيك كمان انتي بايوتيك زي ايه بقى؟ فلاجيل في عندنا فلاجيل وفي عندنا واحد بس ما عادش بيستخدم عشان نيفروتوكسيستي بس عنده استخدام برضه على فكره النيومايسين مايسن والمترو النيدازول اللي هو الفلاجيل معايا 500 ملي جرام كل 6 ساعات بالنسبه للنيومايسين نيفروتوكسيستي اللي الناس عارفه في الام اس كيو حلو الكلام النيومايسين بياخد بس 1 جرام كل 6 ساعات انما الفلاجيل بيبقى من 500 ل 550 ملي جرام كل 6 ساعات ودول على فكره يبقى انما وبعدين انتي بايوتيك
وبعد كده بتعمل ايه بقى؟ لاكتيولوز. اللاكتيولوز طبعا مهم جدا. ده اللاكتيولوز ده له وظيفتين. بيعمل ايه؟ اقسم بالله تنزلوا جالي تجيبوا لاكتيولوز تاخدوه ماشي مش هينفع. ده اللاكتيولوز ده يا جماعه بيعمل بروح الاول بيعمل ايه يا جماعه؟ بيعمل حاجتين. ايه هما الحاجتين بقى؟ اول حاجه ضريه هو العيان اللي عايز ضريه عشان يغسل المسائل لا تخرج قبل ان تخرج الامونيا فعلا انت شايل اسيلوز انا محتاج اسيلوز ليه؟ سلام لكي يحول الامونيا الى ايه؟ امونيوم وده اللي انا عايزه شفتوا بقى يا جماعه شفت الاكتينوز عمل ايه؟ والله تجيب الكلمه دي يا بنتي حضرين عصفور عصفور واحد سبحان الله ايوه لا تخرج لا تخرج فالاكتينوز بعد كده يا جماعه اللي هو ايه يا جماعه بعد كده الليفر ترانسبلانت طبعا في الاخر لو ايه بس في نقطه هو ده العلاج الاساسي بصوا بقى هو ده خليكم معايا هو ده العلاج الاساسي اللي هم الكلام اللي انا قلته ده اللي هو لو حطيناه في المستشفى اكل العيان واللي بعدين ايه يا جماعه عمل له انما الفلاجيل وفي نفس الوقت الاكتينوز ده العلاج الاساسي في حاجات ثانيه بس لازم تكتبها في الامتحان برضه بينه وبينكم ملهاش قيمه بس بتتعمل احيانا وملهاش قيمة حتى انا كاتب دراجز اوف ايه يا جماعة؟ داوت فول ايه؟ يعني مشكوك في امرها. بس المشكوك في امرها دي لازم تبقى عارفها وعليها درجة، يعني مش معنى ان هي مشكوك في امرها، وعلى فكرة عادي جدا ان ايه؟ يعني بتجيب العيان بياخدها بس هل بتجيب تأثير؟ ما بتجيبش. بس عادي جدا تنقص لو ما خدتهاش. ايه هما بقى الأدوية دي؟ يعني دلوقتي يا دكتور لو سؤال بخمسة اكتب الستة دول ولا اكتب كله؟ بص هقول لك على حاجة لو أنت مش لاحق لو انت كتبت دول من غير ما تكتب اللي هو لا ما هاخد صفر كده والانتي بايوتيك واللاكتينوز صفر ما دول الثلاثه الاساسيين دول مليون مره طبعا دول اساسي بعد كده في مربع زي ما بعملهم كده اللي هو دراجز اوف ايه دوت بس صفر. ما تكتبه بيبقى انت ضمنت تقفل السؤال بقى معايا بس دوت اللي هم ايه خلاص خلاص افتح الترباس بتهزروا صح؟ داوت فول اللي هم ايه؟ لا بجد انت بيعتقد ساعه كام؟ 12 ونص 3 الفجر 3 الفجر بتاع طيب عندنا في 3 حرف البي 3 حرف البي ايه هما البي اللي هي الرورا ومنطقش على فكره ده ما احنا قلنا البرانش ده والاي برانش الامينو اسيد يا جماعه اوعوا تنسوه طب والبي الثانيه ايه؟ ما لسه قلناها في الاول قلت لما مفيش توازن بين البرانش والاروماتيك وقلنا كمان احنا بناخدها كتريتمنت كمان بتتصرف في كده مصر والاروماتيك سيب ذكره واحد فالمهم البي الاولى اللي هي ايه يا جماعه برانش الامينو اسيد البي الثانيه اللي هو بندي ايه بقى برومو كريبتين ايه البرومو كريبتين ده اللي هو ايه اللي دوبه بس انا على فكره برومو كريبتين تحديدا عشان حرف البي كمان فالبروم المهم عايز ادي دوبامين طب ادي دوبامين ليه لانه بيقل لان ما عنديش برانش الامينو اسيد كتير فعندي فورس نيورو ترانسميتر اللي هو اوكتابامين هو اللي بيتكون انا عايز دوبامين بقى فادي برومو كريبتين معايا ممكن كمان بنزو دايزيبين ايه يا جماعه انتاجونست لان البنزو دايزيبين بيهدد المسائل قوي طب انا دي انتاجونست اللي انا عايز اقف قدامه مش ثلاثه بيه دول لان دول يتالفوا اصلا بيه انما قالوا لا ادي كده واكتب العرض كده وعلى فكره اسمها كده يعني مش حد بيقول ايه اللي اورنسين ايه اللي اسبرتين عشان لو دخلت الاي سي يو سمعت الدكاتره بيقولوا ايه جبت العيان لولا ايه ده شياطين او ده واحد بقى جاي بقى وابوه بقى يطلع هنطلعك من هنا من الشياطين لولا المقصود بيها ايه يا جماعه على فكره لولا كويسه جدا في الحالات دي ليه بقى بتعمل ايه اكتب كده يا جماعه بتهدي الامونيا نزل الامونيا شويه عشان كده بتعرف تعمل ايه ليلى لا والله بتعمل ايه لولا كمان فالمهم لولا بتهدي الامونيا وبتنزل الامونيا بس كده يتكتب في الامتحان قطت كده دول بس لازم الاساس اللي هم الثلاثه دول الثلاثه دول اللي هم يا جماعه ثاني المهمين بقى الانما والانتي بايوتيك لاكتيروز اندوسكوب اندوسكوب دول الاربع كلمات المهمين انما غير كده لما تلاقي بقى سؤال كبير شويه او في وقت اكتب دول اللي هم ثلاثه بي وايه ولولا الثلاثه طب لا هنا بقى ينفع في سيداتيف لعيان الليفر لا ما فيش سيداتيف بس هو لو حبيت انت السيدات تبقى ايه؟ في عيان الليفر والدايزيبان ما بنديش مورفين طبعا ادي ايه بقى؟ دايزيبان
قصدي كان ولا دي ماشي انا بقول لك ايه بقى اللي هو فاليوم او اللي هو الدازيبينيا بس كده فاليوم بالظبط اه الدازيبينيا. ندخل بقى في الموضوع المهم جدا المنتخب الرهيب واللي جاي السنه دي اكيوت ليفر سيبلجن. تركيز بقى يا جماعه غير عادي اكيوت بيرمننت ليفر سيبلجن. هنا صفحه نص على جنبي بقى ايه على جنبي كبير على جنبي. هو بقى انت بقى ازيك بقى ازاي بقول لك كمان ورا فين ما حدش قال اصورهم انا حد قال لي كنت صورتهم انا طلب مني احطهم على الفيس حطيتهم على الفيس وقصتهم وتعذبت عشان اعرف اقصهم ورفعتهم على موقع والله بتفتح اللينك كده تلاقي الداونلود كده بس بقول لك يعني ايه بقى فالمرنت هيباتك فيلير هيباتك فيلير اكتبوا الديفينيشن ده ورا مش هو التعريف اللي في الجديد ويز انفالوباسي اه طب احنا ثانيه بس يا دكتور نحاول ننشر العلم ده بين الموبايلات يعني في دقيقه تقريبا ولا حاجه حد مع الموبايل عايز ياخد ال واي فاي طيب ما عندوش واي فاي انا عايز الموضوع مش مستحمل واي فاي بقول لك دي عشان انا نزلته مين اللي ما نزلوش بقى على الموبايل موجود على الجروب انا قصدي عشان نتابع منه لو عايزين انا حطيته على الجروب انا قصدي لو حد عايز يتابع دلوقتي انتوا ليه متضايقين طب بدول انا يعني ايه فرمان انت هيباتك فيلير يعني هيباتك فيلير ويز انكفالو بس ركزوا معانا الجزء ده السنه دي لازم يجي فرمان انت هيباتك فيلير يعني هيباتك فيلير ويز انكفالو بس حلو الكلام اسمع بقى الكلمه الجايه دي مش لاقيني كمل كده تروح تناديني من هناك خده دايركت هيباتك فيلير ويز انكفالو بس ديفلوبينج ديفلوبينج خليكم معايا يا جماعه الليزان 8 اسابيع معايا افطر بعد الانس الاورجنس فاهم الكلام ده يعني ايه الكلام ده يا جماعه عباره عن فيرمنت هيباتيك او ليفر فيلير ويز انكفالوباسي واضح ولا مش واضح يعني واحد عنده ليفر فيلير ويز انكفالوباسي الانفالوباسي دي ديفلوبينج للزان للزان يعني في اقل من 8 اسابيع بعد بدايه الجونز. هل انا كده خلصت الديفينيشن؟ لا لازم وزود بري اكزيستنج ليفر ديزيز. يعني انا بتكلم عن واحد كان صح سليم قبل كده حلو الكلام ما عندوش اي حاجه مره واحده ظهرت الجونز والجونز بتبقى مايل في خلال اقل من 8 اسابيع دخل في انفلوباسي. ايه ده الامور ماشيه بسرعه قوي هو ده اللي اسمه ايه بقى يا جماعه فالمنت هيباتيك فيلير واضح ولا مش واضح يعني خلال شهرين يعني في خلال يعني هو خد بالك بقى كان ما كانش عنده اي حاجه فجاه مره واحده ظهرت الجونز في خلال 8 اسابيع اتنين بالتنين سؤال انت كنت بتساله بتقول طب الانفلوباسي ظهر بقى ايه فانت هنا بتتكلم عن واحد عنده هيباتيك ليفر سيل فيلير ليفر سيل فيلير ويز انكفالوباسي ديفلوبينج الليزان 8 ويكس بس ايه يا جماعه قال لك ايه بقى؟ خد بالك افتر انس اوف جونز وزود بري اكزيستنج ليفر ديزيز يعني ايه زود بري اكزيستنج ليفر ديزيز؟ يعني اللي في دماغكم غلط يعني اوعى تكون فاكر ان لو واحد عنده ليفر سيروزز بقاله الاف السنين ومره واحده اتنين بستنين ودخل في انكفالوباسي مره واحده ليه تصفر قوي 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 وبعدين دخل في انفلوباسي هل ده يعتبر فيرمننت هيباتيك فيلير؟ لا انا بتكلم عن واحد ما كانش عنده اي حاجه قبل كده واضح ولا مش واضح؟ ده كده ايه الحاجات اللي تعمل كده؟ في بقى مسميات وكلاسيفيكيشن للغاوي حفظ كلاسيفيكيشن يقول لك لو كانت في خلال اسبوعين بس مش 8 اسابيع ده اللي اسمه ايه يا جماعه؟ هايبر اكيوت. طب لو 8 اسابيع ده اللي اسمه اكيوت. طب لو كان من 8 اسابيع ل 6 شهور سب اكيوت طبعا بعد 6 شهور ده كرونيك مالناش دعوه بيه انما من 8 اسابيع ل 6 شهور ده اللي اسمه سب اكيوت. معايا ولا مش معايا؟ ففي عندنا هايبر اكيوت في عندنا اكيوت في عندنا سب اكيوت سيبك من اللي بي دي اشطب عليها وكانها مش موجوده وخلاص. انا اللي يهمني عشان ما تتلخبطش في خلال 8 اسابيع. تاني الديفينيشن لانه مهم جدا عباره عن ايه بقى الديفينيشن يا ليلى؟ اللي هو ايه؟ انكفالوباسي خلال انكفالوباسي 8 اسابيع بالظبط اقل من 8 اسابيع وزود ليفر ديزيز. حلو الكلام؟ ايه الاسباب اللي تعمل هيباتيك فيرمننت هيباتيك فيلير؟ ست حاجات. ايه هما الست حاجات بقى؟ اول حاجتين دول مهمين قوي ودول اهم حاجتين بينه وبينه بس السؤال ده لازم يجي وخدوا بالكم يا جماعه مهم جدا هما ست حاجات عشان تقفل الدرجه. الحاجه الاولى اللي هي ايه بقى اول حاجه؟ طبعا فيرال هيباتايتس. ايه رايكم في الفيرال هيباتايتس كلهم ولا شويه شويه؟ كلهم. خد بالك الثلاثه اللي في النص بيجيبوا كورونيستي بس اللي هو البي والسي والدي انما الاي والبي والسي والدي والاي الخمسه ممكن يجيبوا ايه يا جماعه؟ يجيبوا اكيوت. على فكره عايز اقول لك على حاجه ان من اكتر الحاجات اللي بتجيب اكيوت ليفر سيل فيلير تخيلوا الهيب ايه؟
يعني اللي اخطر مثلا مليون مره البي والسي طبعا اخطر بكتير، والسي بالذات ده كورونيستي بقى والهيباتوما والكلام ده. لكن خد بالك خد بالك ان الايه اللي ما بيعملش اي حاجه الهفق ده ممكن يموتك بسبب الفرمينيشن. لو انت عديت الفرمينيشن وما متش بسببها يبقى خلاص ما فيش منه اي مشكله، لان الايه ده ولا بيجيب الكورونيست ولا بيجيب هيباتوما ولا بيجيب اي حاجه. واضح ولا مش واضح؟ طيب ندخل بعد كده تاني حاجه الباراسيتامول. الباراسيتامول قلت امبارح ان هو دوز ديبندنت. يعني ايه دوز ديبندنت؟ يعني لو رحت النهارده خدت قرص 500 ملغ هل هيحصل حاجه؟ لا. خدت 1 جرام هل هيحصل حاجه؟ لا. المفروض ان في اليوم لا يمكن تزيد الجرعه على 4 جرام. حلو الكلام. امتى يعمل ليفر انجري؟ وركزوا معايا يا جماعه عشان الحته دي بتيجي في الام اس كيو. امتى يحصل ليفر انجري بقى؟ لما تزود الجرعه عن 15 ايه يا جماعه جرام. عارف يعني 15 جرام ولا لا؟ يعني 30 قرص. يعني تروح النهارده كده كوبايه ميه صغيره كده وتحط 30 قرص في ايدك وتقوم واخداهم وراهم كوبايه ميه. هنا في الحاله دي تخش على طول فرمان انتيبات الفيليا. طب لو عايزه تضمني الموت الاكيد بقى اللي هو فيتال فيتال اللي هو ما فيش اي مش بقى 15 جرام، 25 جرام. يعني 50 قرص بدل 30 قرص هيبقى 50 قرص معايا. فاكتر من 15 جرام يعمل ليفر انجن، يعمل فرمان انتيبات الفيليا. يبقى فيتال لو كان قد ايه بقى بعد كده اللي هو مش 50 قرص، يعني 25 جرام. نعم صح ايه؟ لا ما انا كاتب ليفر انجري 15 قرص. ليفر انجري 15 قرص. عايز الموت الاكيد اللي هو انتحار وسيله انتحار سهله جدا. طب دي كام بقى؟ 50 قرص. قوم جايب 50 قرص وقوم واخدهم مش عارف معايا؟ ليه؟ اقل من 15 بس غلط. هو المفروض ما يزيدش على 4. ما يزيدش على 4. اربعة دي يعني 3 قرص في اليوم. ما هو بقى هنا هيبقى فاليبل بس يعني هيأثر على الليفر طبعا. فهو عشان كده انت المفروض اخرك 4. 15 على طول هتخش في ايه؟ انجي. اكتر من 50 قرص خلاص كل سنه وانت طيب. طب مع الايام بقى؟ مع الايام دي اغنيه. يحصل ايه بقى؟ يبدا يحصل ايه يا جماعه؟ اول حاجه لو انت فاهمين مع الايام مع الايام بيبدا يحصل ايه بقى؟ مع ساعات على فكره ساعات بعد ما يحصل نوزيا وفومتنج وكده شويه بقى يقوم ولا حاجه ويبدا يخش فيها يا جماعه في الكوما والحاجات دي. يعني مش على طول بس هو في الاول بيبقى فيه فومتنج نوزيا محوله منه الى ايه؟ هو يحاول يخلص من تعب. لا مش تعود دي ما فيهاش تعود. بص اكتر من 4 ده بيبدا يفسد الليفر. 15 هيجيب لك على طول تبدا تخش في الحاجات بتاعته. مش حد يعود ياخدها مثلا على لا 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 ما هو بص هو دوز ديبندنت دوز ديبندنت. يعني لازم يوصل لكل واحد ياخد كل يوم واحد. مش هيحصل حاجه. عايز ايه؟ انت عارف مش هيحصل حاجه ليه؟ هقول لك مش هيحصل حاجه ليه؟ هي الفكره فين؟ هو ليه اصلا الباراسيتامول بيعمل توكسيستي؟ اسال نفسك ليه الباراسيتامول يعمل توكسيستي؟ لان الاكتف ميتابولايت لا ركزوا معايا سؤال ده بيجي كمان في الانسكيو اكتف ميتابولايت بتاعه حلو الكلام؟ فيري فيري توكسيك على الليفر. تقول لي الله طب انا ليه ما باخد قرص او قرصين ما بيحصلش كده؟ او ليه على المدى البعيد لو انا باخد كل يوم قرص ما بيحصلش كده برضه؟ لا لان في عندي حاجه هنا كده اسمها جلوتاسيون. الجلوتاسيون ده هو اللي بيزيد تاثير ايه يا جماعه؟ الاكتف ميتابولايت. الجلوتاسيون لما الاكتف ميتابولايت تزيد عن الجلوتاسيون اليومي يبدا بقى يحصل ليفر انجن. شويه بشويه تبدا تتاثر. انت من فوق الاربعه تبدا تتاثر. بس لو انت عايز حاجه اكيوت بقى تجيلك دلوقتي يبقى 15. انت واخد بالك؟ يعني امتى الاكيوميليشن اللي انت بتقوله ايام اللي انت قلت ايه؟ مع الايام مع الايام لو انت بتاخد فوق الاربعه مع الايام. لما اقل من 4 جرام الجلوتاسيون هي يا جماعه هيحافظ على الليفر. حلو الكلام؟ عايز بقى حاجه اكيوت النهارده 15 جرام. عايز الموت الاكيد يبقى كام؟ 50 جرام. حلو الكلام؟ بس مش 50 جرام 50 قرص 50 قرص اه اللي هو 25 جرام بس اه 50 جرام ايه؟ فالمهم ده كده اللي هو السبب الاول. طب سؤال اشوفكم فاكرين ولا لا؟ الانتي دوت بتاع البرص ممكن ايه؟ جلوتاسيون ان ستايل سيستين ان ستايل سيستين خدتوها كده يا جماعه ايوه ايوه خدت في الفارما والتوكس في الفارما وفي كل حاجه خدنا في المره برضه في المره موجوده المهم ده كده اللي هو ايه يا جماعه اللي هو سبب تاني بس السبب الاول اللي هو ايه الفايرال هيباتايتس كلها السبب الثاني الباراسيتامول السبب الثالث فينك يا براد اه الكحول الكحول طبعا الخمرجيه اخوانا الخمرجيه مش قادرين طب خد بالك فده ممكن برضو ايه يا جماعه طب السؤال الحاجه الثالثه اللي هو الاكيوت فاتي ليفر اوف بريجننسي وعلى فكره السبب الثالث ده مهم خدتوه في النساء السنه اللي فاتت اكيد اللي هو طب انا اقول لكم على حاجه الست الحامل انت معرضه ان تخش فرمان انتيباتيك فيليا اللي هو فاتي الليفر شديد جدا دخلها اللي هو الثيرد ترايمستر او مباشره بعد الولاده وعلى فكره يا جماعه ما بتيجي في المرحله الثالثه اللي هي الاخر ثلاث شهور حلها الوحيد انك لازم تنزل الجنين ملهاش حل ثاني لو انت تضحي بالجنين عشان هم او تحافظ ينزل الجنين نص بس ينزل ليه بقى؟ اقول لك ليه؟
اه نص سوا بس المهم لانه هو ايه السبب؟ ايه اللي يخلي واحده تموت بسبب فورمال هيتابات الفيلير في الثيرد تريمستر؟ ايه اللي يخليها كده يا جماعه؟ حد يعرف خطاب الناس؟ ان الجنين نفسه ساعات بيطلع ابنورمال فاتي اسيد. الابنورمال فاتي اسيد دي احيانا الام الطبيعيه المفروض الليفر بتاعها يقدر يتعامل مع ايه؟ مع الفاتي الليفر ده. احيانا الام بيبقى عندها عيب في الميتوكوندريا. احيانا لسبب غير معروف، قد يكون سبب وراثي، قد يكون سبب كروموزومي، قد يكون سبب اي سبب، وات ايفر السبب، المهم ان عندها مشكله فين يا جماعه؟ في الميتوكوندريا. تقوم الميتوكوندريا بتاعتها ما تقدرش تعمل اوكسيديشن للفري فاتي ليفر فاتي اسيد الكتير دي، فتبدا يحصل اكيوميليشن فتعمل اكيوت فاتي ليفر وبريجننسي، وممكن تدخلها في فالمنت هيباتيك فيلير. خدتوها السنه اللي فاتت في النساء يا جماعه؟ دي حاجه مهمه جدا. استحاله يبقى انتوا ما ذاكرتوهاش، بس خدتوها. لا ما طبعا. لا والله. طب روحوا شوفوها هتلاقوا الظاهره دي اللي هو ايه يا جماعه؟ الاكيوت فات ليفر اوف بريجننس، اصل مهمه فعلا والله في الثيرد تريمستر. فاكرها انت؟ طيب انت فاكر حاجه اهو؟ انت فاكر ايه اهو يا جماعه؟ هو بص يا اخوانا الراجل قادر، الراجل قادر. لا 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 موجوده، خدتها بره بس كل حاجه بس. فده كده اللي هو ايه يا جماعه؟ موجود اهو. فالمهم ده كده. في سبب تاني طبعا، عارفين بقى ريس على زي ما عارفينه بقى الطفل الطفل اللي عندهم فايرال انفيكشن يبقوا ياخدوا اسبرين، يقوم يحصل لهم ايه؟ مع سكين ريش، مع ممكن يحصل كمان يخش في اللي هي يا جماعه في الفاتي ليفر. ده الريز. عشان كده يا جماعه كان يقول لك الطفل اللي عنده فايرال انفكشن ابسوليوتلي كونتر انديكيتد انه ياخد الاسبرين. ريز خدتوه والله السنه اللي فاتت في الاطفال. يبقى قلنا الاكيوت فاتي ليفر في البريجننسي خدتوها في النساء، طلعت ما خدتوهاش. والريز خدتوها في الاطفال. خدناها فورما، خدناها فورما في الاطفال. عشان كده في الاطفال قالوا لكم طبعا ما ينفعش ياخد اي اسبرين لو عنده فايرال انفكشن. طيب في عندنا كمان حاجه، في سبب لو ما قلتوش انا ازعل جدا والله. يعمل برضه اكيوت ليفر سيلفريال اسمه بط كياري سندروم. برافو. بط كياري سندروم. ولو تفتكروا انا بشرح بط كياري سندروم قلت ان هو ممكن يشتكي من ايه؟ ممكن اكيوت يدخل في اكيوت. لو انت فاكرين، طب بالمناسبه بط كياري سندروم كنا بنشخصه ازاي؟ ثلاث كلمات في الحاله يشخصوه. الليفر يكبر بسرعه، مذهله مذهله. وكان في كمان ريفراكتوري اسايكروسايكروس. وكلمه ثالثه بقى كلمه سنس اوف هيباتو شجره. ولو طريقه في الكتاب نقول فين؟ ايه؟ البيت. وطبعا في بقى وجع. طبعا ماشي. ما هو الوجع ماشي، بس مش دي كلمه مضيئه تشخص، بس انت بتتكلم عنه طبعا بيبقى في بقى وجع طبعا في الاصل. معايا يا جماعه؟ في كمان بدل بط كياري، بط كياري زود كمان ويلسون. لا مكتوبه، مكتوبه والله. مكتوبه بط كياري. مكتوبه في الاتيولوجي؟ مكتوبه في الاتيولوجي اخر واحده. 34 مكتوبه يا جماعه بط كياري. يعني فوق 34 على طول. كلينيكال بيكتشر بقى. كلينيكال بيكتشر طبعا هيبقى فيه ايه؟ انفلوبتي. ويبقى فيه ايه كمان غير الانفلوباسي؟ كواجيولوباسي. يبقى يقول لك العيان حتى بيبقى عنده جمله موسيقيه حلوه تخليه يتمايل، وهو بيقول لك تشكل ليه يا استاذ مجروح؟ يقول لك انفلوباسي اند كواجيولوباسي. عشان كده يا جماعه انفلوباسي باعراضها اللي هتكتبها اللي احنا لسه قايلينها في الهباتيك انفلوباسي. كواجيولوباسي بينزف. ايه اسباب النزيف اللي احنا قلناها امبارح؟ نزيف بكل اسبابه. الجوندس بقى هنا فيها مشكله. هل في جوندس ولا لا؟ في جوندس، بس بتبقى مايلد جونز، لكن ممكن مره واحده تلاقيها بتديب قوي. يعني يا جماعه تبقى قاعد الصبح كده في مكان يدخل الجونز، ممكن ايه يا جماعه؟ ممكن ما تخطرش على بالك وما تاخدش بالك ان عنده جونز اصلا، بس هو طبعا عنده جونز وبلوربينه عالي شويه. وبعد كده ممكن تبقى ديب بسرعه جدا، مرحله تتدهور بسرعه. عارف لما تبقى جونز خفيفه او مش موجوده او على خفيف قوي، ايه اللي يحصل بقى يا جماعه؟ ممكن ان هو يتشخص غلط از انكفالايتس وتبقى مصيبه، لان واحد عنده انكفالوباسي وما عندوش جونز، او جونز مش واضح شخصه انفلوباسي. يجي على بالليل تلاقي عينيه بقت صفرا قوي، يقوم طبعا الدكتور اللي يجي بالليل مين الحمار اللي كان قال لي انفلوباسي ده هباتك انفلوباسي بعد ايه يا جماعه؟ اتس تو ليت. بس كده. في عندنا بقى كمان الراجل ده يموت بسبب ايه يا جماعه؟ انا عايز اعرف اكتر حاجه تموت هذا الراجل الحقير ايه؟ اكتر حاجه تموته ايه؟ الكومبليكيشنز بتاعت المرض ده. الكومبليكيشنز بتاعت الهباتك انفلوباسي، اول حاجه انفلوباسي بالاعراض اللي احنا قلناها طبعا بتاعت الفرمانت هباتك فيلير. السؤال ده على فكره بيجي لوحده. كومبليكيشنز وسؤال على فكره كومبليكيشنز اوف فارمانت هيباتيك فيلير موجوده كمان في كتاب الاسم وشرحها بالتفصيل بنفس الطريقه كده. فعشان كده يعني ذاكروا الحته دي لانها موجوده في كتاب الاسم ما كانتش موجوده في النسخه القديمه. خدوا بالكم من الحته دي. فالحاجات اللي موجوده في النسخه الجديده ومش موجوده في النسخه القديمه بيبقى فرصه ان هي تيجي في الامتحانات اكبر. انا مش حاططها كده هتهزر ليه؟ فالكومبليكيشنز بتاعت الهيباتيك انكفالوباسي احفظوها كويس. اللي هي ايه بقى يا جماعه؟ انكفالوباسي
طب وتاني حاجة يقول لك سريبرال إديمة، وده من أهم الأسباب اللي ممكن تموت هذا العيان الحقير. سريبرال إديمة سببها إيه في كلمة واحدة؟ لما تجي تقول إيه؟ بص ده ليتر ماتيريال. طبعاً هنا الليفر فايس خالص بقى ونكروزس ومتلاقي في السنين هنا، فطبعاً بيبقى فيه إيه يا جماعة؟ فازو دايليتور ماتيريال. طب في عندنا كمان ده السريبرال إديمة من الحاجات المهمة جداً اللي ممكن تموت. رزق أي فيليا، كل الفيليارات اللي عندنا مش هو عنده ليفر سيل فيليار؟ إذا عضو باظ تداعى له سائر الأعضاء الأخرى. يعني ممكن يا جماعة هارت فيليا، ريسبيراتوري فيليا، رينال فيليا، هذه الثلاثة فيليا، بس أنا يبقى لي حاجة واحدة بس، أعرف كل فيليا بيحصل ليه. فانا هقول الفيلير وانتوا تقولوا بيحصل ليه، ولا انتوا تقولوا الفيلير وانا اقول بيحصل ليه؟ قول الاثنين. انا هقول الفيلير وانتوا تفكروا بيحصل ليه، مش عارفه ولا ايه. يعني مثلا لما بقول سيب ذكرى بقى ريسبيراتوري فيلير، ريسبيراتوري فيلير سببها ايه؟ بالمنى انفكشن. ريسبيراتوري فيلير سببها ايه يا جماعه؟ ريسبيراتوري فيلير اول حاجه يوم مش هتفكر في انفكشن. انفكشن صح، بلاش يوم مش هنتكلم خالص، مش في كوما، مش المرحوم ده في كوما، فممكن عنده اسبيريشن نمونيا. ثالث حاجه ممكن كمان يعني حاجات كتير ممكن في كل حاجات ممكن تجيب ريسبيراتور سيلف انفيكشن. ايه دي بتضغط على السنتر؟ ايه بس اي حاجه مع الايام، اي حاجه مع الايام معايا. فهو الانفيكشن والاسبيريشن بس. طب ليه بيحصل هارت فيلير فاز ريتور ماتيريال سيركيلاتوري فيلير؟ طب ليه بيحصل رينال فيلير؟ فكروا بقى يا جماعه رينال فيلير هنا بقى رينال شده هيباتو رينال سندروم. هيباتو رينال سندروم ممكن تبقى صح، بس ما اقولهاش اول حاجه اللي هي فانكشنال رينال فيلير ممكن، لكن ما ينفعش يا جماعه في الاكيوت عمال هيباتو رينال سندروم انفيكشن. يا جماعه عارفين في كلمتين يعملوا رينال فيلير يتكلموا على عاي هذا العيان الحقيقي، وعلى فكره جمله نصيه عشان تفهمها يبقى توكسيك هايبوكسيك. توكسيك هايبوكسيك توكسيك هايبوكسيك عنده توكسيكس لان الليفر بايظ، هايبوكسيك لان برضه عنده ريسبيراتوري فيلير عامل له هايبوكسيا. طب ما هو يعني هايبوكسيا يعني الاكسجين اللي راح للكليه قليل فيحصل تيوبيلر نكروزس معايا، يبقى توكسيك هايبوكسيك. او اللي انت قلتيها بقى هو فانكشنال، فانكشنال يعني هيباتو رينال سندروم معايا ولا مش معايا؟ بس كده. يبقى ليه بيحصل تاني يا جماعه؟ دي الحاجات المهمه والله. ايه الكومبليكيشنز اوف تاني كومبليكيشنز بيرمننت هيباتيك فيليير اصلا فتره قليله تريد تريد الهيباتو رينال تحصل فتره؟ لا ممكن هنا على عشان ما شكله قلت ايه تحطهاش اول واحده، بس ممكن تحصل لان هنا انت عندك الليفر مش شغال خالص، انت واخد بالك على فبص بقى مع كان في مثل امريكي كان طريقته كده بس مثل ظريف بمناسبه الهيباتو رينال سندروم، يقول لك عشان كده بيشبهوا دايما الراجل بالليفر والست بالكدني. فاهمين؟ اه فاهمين. اول ما تبدا عارفين يعني يقول لك لو كدني باظت، لو كدني باظت الراجل بيشوف كليه ثانيه وخلاص عادي قشطه، انما لما الليفر يبوظ الكليتين يبوظوا هيباتو رينال سندروم. شفت يعني لو الراجل راح الست خلاص معناها ايه؟ شوف الله يعمل ايه؟ انما لو الست راح بتشوف ست ثانيه زي كده. المهم فارمنت هيباتيك فيلير اول حاجه، اول واحده ايه في الكومبليكيشنز انكفالوبس، ثاني واحده ايه سيربرال دي مهمه جدا، وعلى فكره بتتنسي معناها مهمه جدا والراجل هو بيصحح لو لقيك نسيها بينقصك جامد. وبعدين الثلاثه فيلير بتوعنا ايه هما الثلاثه فيلير ثاني؟ وايه كمان؟ الهارت فيلير ورينال فيلير. ثاني بقى كل واحده ليه؟ لان انت قعدت في الشفا وكده هقول لك ريسبيراتوري فيلير ليه؟ طريقة الإجابة بتفرق يا جماعة، إن أنت تبدأ بإيه أول حاجة؟ ريسبيراتوري فيلير، قول له يا دكتور أول حاجة نيدلس تو سي انفكشن، ممكن تعمل نيمونيا، تعمل أي حاجة. قول له كمان العيادة كوماتوز، يعني ممكن أعمل أسبيريشن نيمونيا. ذا موست كومن أورجانيزم في الأسبيريشن نيمونيا إيزو، أنت هتجيب الكاس في الشيست المفروض تبقى عارف. أسبيريشن نيمونيا؟ أه أسبيريشن نيمونيا ذا موست كومن أورجانيزم. طب الموست كومن تكبني مرة واحدة وقع تكبني جامدة جدا، عشان كده يقوم داخل في الكالوزس وشي. طيب احنا عندنا في كمان رينال فيلير، ليه بقى بيحصل رينال فيلير؟ جمله موسيقيه توكسيك وبعدين فانكشنال رينال فيلير. طيب ندخل بعد كده في كومبليكيشنز، ايه كمان بقى كومبليكيشنز بعد دي؟ ممكن يحصل طبعا عموما بعد الانفكشن، وممكن انفكشن يا بكتيريال يا فانجل انفكشن. البكتيريال انفكشن 80% من الحالات، والفانجل انفكشن ممكن يحصل 30% من الحالات. معنى كده ايه يا جماعه؟ معنى كده ايه؟ في 10% الاثنين بكتيريال وفانجل. الفانجل 30% من الحالات. جيت سؤال على واحد قوي يعني كده. المهم بقى ايه اللي انت بقول لك؟ السؤال ده بقى ممكن تصدق ان انا واحد بقى معلم برنس بيحط الامتحان
جيب لي كابولك بس كومبليكيشنز وفارماكوتكتيك. ليه بقى؟ لان الطلبه اللي هي ايه يعني الطلبه ايه هم بقى الميتابوليك كومبليكيشنز كده الثلاثه فاهم. بص يا ابني اقول لك اجيب من الاخر اي هايبو تكتب اي هايبو تطلع صح بس الكلمه اللي مش عارف تالفها وهتالفها غلط ميتابوليك. خليني بقى نصيحه ميتابوليك ارتلوستروم ليه مش هنعرف هايبو كاليميا احنا مش هتخطر على الكاليميا بس مش هتخطر على بالك في الامتحان لما السؤال ده بيجي اي هايبو بيجي صدى صوت يقول لك ايه اي هايبو اي هايبو جلايسيميا هايبو كاليميا هايبو ناتريميا يا راجل ده هم مش هتجيلهم خالص من دايوريتك والفيلير او رينا فيلير والحاجات دي هايبو ماجنيسيميا هايبو كالسيميا كلها هايبوهات على فكره يا جماعه المرض ده ظريف قوي لان كله هايبو 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 انما ميتابوليك الكالوسيس. السؤال ده يجي في الام اس كيو اصلا بقول كده ليه لان السؤال ده بيجي كتير قوي يا جماعه طلبه كتير في الام اس كيو ولا طلبه خارجين من الغياب حلينه غلط. ما انا اقول لك دلوقتي يعني يجي يقول لك في الهيباتيك انفالوبس ميتابوليك الكالوزس ميتابوليك اسيدوزس كده يقوم هو ميتابوليك الكالوزس او يقوم عامل لك مثلا لو بي اتش اسيدوز كده. فهي يا جماعه ميتابوليك الكالوزس معايا ولا مش معايا الا حاله واحده تعمل اسيدوزس باراسيتامول ده بيعمل اسيدوزس مع الايام على ايه؟ هم على ايام ايه بكتبه كده يا جماعه اكتب الكلمه دي بقى كله بيعمل اكتبها ليلى كله بيعمل ميتابوليك الكالوزس الا افتكر اسم البيتزا اللي كانت في دايت هاوس دانيال افتكر الغالي فالمهم ده كده هو يا جماعه ال لا مستر صغير بجد يقول لي انا عارف حسابي مش هفطر عادي بقى هنا مش ايه يوم الاحد بقى يوم الثلاثاء يوم الفري بقى يبقى يوم الفري فالمهم الايه يوم الفري بقى بتاع لا والله يوم يوم الفري فده كده اللي هو ايه يا جماعه اللي كله بيعمل هايبو ما عدا ميتابوليك الكالوزس. حلو الكلام. مين اللي بيعمل بقى لاكتيك اسيدوزس الباراسيتامول بس واضح ولا مش واضح؟ فكله هايبو. نيجي بقى في حته مهمه جدا اللي هي ايه يا جماعه ركزوا معايا الانفستيجيشنز الحته دي يا جماعه فيها حتت نسبيه كتير قوي وام اس كيوهات بالهبل فانتوا ركزوا معايا. اول حاجه الليفر فانكشن تيست البيلروبين اخباره ايه؟ طبعا عارف طبعا الالبومين اخباره ايه؟ طب ده اللي هو ايه؟ نورمال ما فيهوش مرونه هتقوم قايل لي نورمال لانه ايه؟ لانه مرض اكيوت. بس خد بالك ما هو اكيوت ده ممكن يطول شويه عن ثلاث اسابيع لو طول يبدا الالبومين يقل. يعني ما تبقاش مثبت نفسك متحجر على انه هو اكيوت يبقى لازم نورمال لا ممكن يقل يبقى نورمال ماشي لكن لو طول شويه ما تستغربش كتير لما يجيب لك حاله ويقول لك الالبومين قل شويه لو طول عن ثلاث اسابيع الالبومين بيبدا يقل. بروسترومبين تايم طبعا ده في البروجنوزس بيبقى ايه يا جماعه؟ بيبقى برولونجد يبقى باد بروجنوزس بيستخدمه عشان الفولو اب والكلام ده. طيب بعد كده الانزيمز اخبارها ايه يا جماعه؟ الانزيمز طبعا بتبقى عليها لكنها ممكن تبقى قليله لا مش في الاول الاخر معاك مع الخلايا مع الايام والله تصدق ده البق ده فعلا جامد جدا خلص الليره كلها هو بيبقى عالي الانزيمز بتبقى عاليه طبعا ده اكيوت يا جماعه ده لازم الانزيمز تبقى عاليه. طب ممكن تقل او ممكن تقل تقل مع الايه؟ مع الايام. لو حصل ايه يا جماعه؟ نيكروزز جامد قوي. ما هو الانزيمز دي معلش يا جماعه بتطلع منين؟ بتطلع من الخليه. طب الخليه دي لو حصل فيها نيكروزز الانزيمز مش هتطلع اللي هو الاسبوت والاسجبت. هو مين بالمناسبه الاي اس تي ومين الاي اس تي؟ انا هقول لك انا بتاع الليفر سكيبت او سبيسيفيك للليفر بقى اي ال تي معايا الاسبوت اللي هو اي اس تي. طب هما دول قيمهم كام في الدم اصلا؟ ايه؟ قيمهم كام في الدم النورمال؟ كام ده انت لازم تبقى عارفها لانه مش هجيب لك نورمال في المحطه الاسبوت والاسبوت بيبقى 40 هم عارفين. بص هما لسه مظبوط عارف هما لسه مظبوط اصلا؟ اكيد معنى البحر الشاعر لسه مظبوط لانه لو انزايم في الدم قوم يسوق قوم يسوق لو في فاريشن طبيعي من 5 40 لما قوم يسموه بالانجليزي قال لك اس امسح اسبوع
طبعا مش عارف ناس بوم هنزود تي عشان تبقى ايه من 5 مرات بس هو اعرف مره والله مش 5 مرات. طب انا قلت لك في حاجه في الالكوليك هيباتايتس قلنا ان في الفيروس هيباتايتس الاثنين بيزيد انما في الالكوليك هيباتايتس قلنا ان الواحد بيزيد ايه يا جماعه نسبه اكبر من 2 إلى 1. لكن قلنا برضو ان السجود بيبقى اقل من كام؟ 300. واضح ولا مش واضح؟ واضح. ندخل بقى بعد كده يا جماعه اهم حاجه في الانفستيجيشن قلنا الليفر فانكشن تيست. يبقى الليفر فانكشن تيست على فكره تقريبا زي هنا بس اكتبوا ان ممكن انزايمز ايه يا جماعه تقل لو حصل هيباتيك دروز. عايز اقول بقى لما بتعمل انفستيجيشن فور ذا كوز اهم سببين ايه يا جماعه عندي؟ اللي هو الهيباتايتس ماركرز وايه كمان البارستامول. نقيس البارستامول. طب تالت حاجه اللي هو ايمجينج بنصور. قولوا لي بقى هنا الليفر يكبر ولا يصغر؟ ممكن يظهر وممكن يكبر. عارف لما بتسيب الشفوي الليفر اكبره ايه؟ كله على حسب الليفر طبيعي لانه كيوت بس هو عايز يسمع كلمه على حسب. على حسب ايه؟ لو حصل هيباتيك نيكروزس جامد قوي يكش يظهر. طب لو هو كان كاردياك مثلا يعني حصل كونجيشن لا المره دي هيكبر او باط كياري مثلا لا هيكبر. هتلاقي باط كياري تلاقي الليفر كبير. ما هو باط كياري من الاسباب اللي بتعمل اكيوت ليفر سيل فيلير معايا. اهم حاجه في الموضوع بقى واللي بتتنسي دايره حوالين رقم 4 اللي هي سي تي وام ار اي وتزبي دي بتتنسي لان انت مش هتخطر على بالك انت بتتكلم عن ليفر فجاه هتلاقي ايه يا جماعه فسي تي وام ار اي برين. دي مهمه جدا. ليه؟ لان اي واحد داخل يقول اي دماغي لازم استبعد اي حاجه ثانيه في الدماغ. اهم حاجه بقى في الموضوع ده كله اللي هي ايه يا جماعه؟ الكلاسيفيكيشن. السؤال ده بيجي حاله في الامتحان حتى دي بالمناسبه موجوده في كتاب الاسم برضه كينج سكور كينج كوليج سكور. كين كوليج دي كلاسيفيكيشن ظهرت سنه 1989 في كليه طب نوديل كينج كين انجلترا. اه والله كانت فيها ايوه يا زلمه كينج كين كوليج فطلعوها. انتوا ايه يا جماعه كل ما اقول طلعوها 1989 طلعت كينج. ده بعد ما طلعت غيروها كمان فهو دي الصيغه النهائيه بقى كونكلور في الاخر. هنا قال لك انت يا بات بروجنوز انت داخل عليك واحد عنده فرما نتيجاتك فيها انت يا بات بروجنوزس المفضل لو في وسيله انك تزرع تزرع احسن ليفر ترانزيت. قال لك احنا هنقسمها باختلاف ايه يا جماعه؟ حاجتين. هل هو نتيجه باراسيتامول ولا مش نتيجه باراسيتامول؟ لو كان نتيجه باراسيتامول فان الكينج سكور انت يا بات بروجنوزس لو اول حاجه البي اتش اقل من 7.3 مش احنا قلنا بيعمل لاكتيك اسيدوزس فالبي اتش بتقل فنتيجه البي اتش قليله اقل من 7.3 معايا. واسمع بقى الحته دي لانها مهمه. الثلاث حاجات دول الثلاثه يبقوا موجودين يعني البي اتش على 7.3 ومعاه الثلاث حاجات دول لان النون باراستامول بقى هيقول لك هيبقى 5 حاجات وتختار منهم انما هنا الثلاثه موجودين البي اتش اقل من 7.3. طب وبعدين الثلاث حاجات بقى اللي هم ايه يا جماعه نحفظهم بسهوله جدا اللي هم ايه دكتور. عشان تحفظهم بسهوله يقول لك ايه يا جماعه اول حاجه الاي ان ار اي ان ار يقول لك بيبقى اكتر من عشان تبقى سهله في الحفظ 6.5 والاي ان ار ما انا اقول لك اساسا لا طريقه سهله في الحفظ ازاي. بص يا سيدي مش احنا قلنا يا جماعه اخطر حاجه في الهيباتيك انفلوبسي مش الجلوباسي صح وايه كمان والكليه ممكن يموت بهيباتورينال سندروم وايه كمان المخ المينتاليتي الانفلوبسي نفسه يبقى الجلوباسي والانفلوبسي والكليه اي واحده هتحصل الثلاثه دول هتلاقيهم باظوا. باظوا ازاي بقى؟ الجلوبا صح ان هي باظت ازاي؟ الاي ان ار وصل لحد 6.5 معايا؟ كرياتينينك وصل لحد كام بقى؟ 3.4 معايا ولا مش معايا؟ طب المخ هيباتيك انفلوباسي جامده قوي يعني ايه جامده قوي؟ يعني في الجريد 3 أو 4. تقول لي طبعا يا جماعه صعبه شويه في حفظ بس معلش تيجي في الامتحان ليه بقى؟ عايز اقول لك تيجي في الامتحان ليه؟ لان دي اصلا الحته دي 3 و4 ماشي يا ست. طب ما تقولي بصي 3 4 5 6 يا سلام لا حلو جدا الامتحان ده 3 4 5 6 عرفت دي اصلا ده في الامتحان والله العظيم محتاج يظهر لك في كنترول اولا وبيتصل بيك من بتاعي يقول لك حكايتك يا ابني يقول له يا دكتور انا متخصص في كين 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 كون اصل لا دي معلش لو حد بس خد بالك موجوده في الدكاتره في كتاب الاسم خدوا بالكم برده ما كانتش موجوده في الكتاب القديم معايا ولا مش معايا فما ينفعش اقول له ده دي بوست جرافيك موجوده في كتاب. في حاجات يا جماعه الذكاء انك تذاكر ان انت يبان في الامتحان انك بتجاوب من كتاب الاسم يعني انت لو كتبت الكين كوليج انا اعتقد مش موجوده في اي سورس ولا موجود مش عارف بس مش هتلاقيها موجوده في اي سورس. فلما تكتب الكين كوليج يبقى انت ايه يا جماعه طالب غير عادي في زمن غير اعتيادي يعني فتقوم قايل له ايه بقى الكينج كوليج يبقى تاني بقى ايه كينج كوليج دي؟ لما يجي لك اي سؤال بقى ماسك انفلوس وكاتب له في الدايجنوزس
باد بروجنوز. لا هديلك حالة وقول لك ايه رايك نزرع ولا ما نزرعش. نقول له على حسب كيف كل قول له على حسب. لا ما هو في الحاله بقى جايب لك يمكن يقول لك وشو الحاله اتنيلت بعد كده دخل في جريد 3 او 4 هيبات كي فارمسي تحفظها ازاي اصلا بكل سهوله يا جماعه. البي اتش كده كده اقل من 7.3 في اسيدوزس خلاص. ومعاها ايه بقى الثلاثه دول اللي هم ايه بقى الثلاثه دول اللي هو اكتب كده كواجيلوباسي حاجه كواجيلوباسي حاجه انكيفالوباسي الكليه بايظه حاجه كواجيلوباسي اللي هي الاي ان ار اكتر من كام 6.5. طب وبعد كده الكواجيلوباسي اللي هو حاجه قصدي في الكليه كرياتينين اكتر من 3.4. انا اعتقد كليج نفسه اللي هو كين كليج ده عملها 3.4 ليه عشان تبقى 3.4 5.6 كده هو عملها كده. فدي 6.5 دي 3.4 وهو نفسه قام جاي واحد زميله بقى قاعد في الكليج هم الكليج مع بعض قام جاي قايل له ايه بقى قال له الانفلوماسي جامد قوي قال له بقول لك ايه خلي 3.4 يا ابو زي ما هي تبقى جريد 3 او جريد 4 دكتور. هي البي اتش اقل من 7.3 او الثلاثه اللي التانيين دول ولا لازم يبقوا مع بعض اللي هو في لازم الشروط كلها تبقى موجوده كده او لا لا اما البي اتش اقل من 7.3 يا اما الثلاثه دول الثلاثه بس مع بعض تمام يعني مش واحده فيهم يعني لو لقيت واحده اوردو معايا يعني واحده يعني بص البي اتش اقل من 7.3 حلو الكلام ده يبقى حالته متهيئه في سينيلا خلاص اخف اسيروس ده لو باراستامول مش اي حاجه ثانيه او الثلاثه دول مع بعض يعني لان اصلا هنا مفيش اسيدوز اصلا نمبر استامون كلهم هيبقوا ميتابوليك الكالوزس. فهنا اول حاجه بنبدا بيها باي نار زيها اللي هو اكتر من 6.5. شوف بقى هنا بيقول لك اني 3 اوف ذا فولونج يعني الخمسه دول تجيب منهم ثلاثه مش اول بقى الثلاثه بس مش مهم انا مش عايز اعرفها ما تعرفهاش. يعني يقول لك مثلا عامل السن يبقى من 10 ل 40 اقل من 10 او اكتر من 40 انت واخد بالك او يبقى الكوز مش معروف قوي او يبقى في عنده دراج توكسيستي اي سبب ان كان يعني جاله دراج توكسيس لاي سبب كان دي اللي هي رقم 2 انت واخد بالك او يبقى شوف الاي ان ار اكتر من 3.5 بس معاك يعني هي لو كانت اكتر من 6.5 ده خلاص ده باد بروجنوز لو اكتر من 3.5 يبقى لازم تجيب 2 من الخمسه دول معاك. طب هو كده انا هقول لك يا دكتور بالنسبه للباراستامول في الكينج او السيروم بالروبن يبقى اكتر من 17 بقول لكم يا جماعه نمبر استامول ما لا يقدر كل نمبر استامول سيبكم منها سيبكم منها لانها رخمه فعلا فهتعقد لك الامور دول ما تذاكرش كين كوليك خالص احسن تذاكر الكين كوليك واللي بيجي في الامتحان على فكره كين كوليك في الحاله هيبقى مرض استامول يعني مش هيجي اي حاجه ثانيه غالبا يعني دي حاجه ثانيه اي النهار احفظ طبعا اقول لك اي النهار اكتر من 6.5 سنه سهله دي وبعدين اني 3 اوف ذا فولوينج عامل الزمن اللي هو لو سنه صغير قوي او كبير خلاص كده خش على التريتمنت ده اي النهار مش بتوع انتوا التريتمنت طبعا سهل بقى تعالى الانفلوباسي والجلوباسي والكوميونيكيشن والليفر ترانسبلانت تاني بقى عشان طبعا عليكم في موضوع الفالمنت بات فيلير مين يقول الموضوع كله الفالمنت يا دكتور هو في ممكن نقول 5 6 7 17 ده بازل يا بابا المهم يا سامع والله يا سامع بس انتوا اصحاب فهي سهلة والله يعني اي نار 5 دكتور ايه 17 5 6 7 17 كده جبنا 3 نقط اهو وعامل الزمن لسه انا اصلا واحده بس ونعدي الليفل ده وتاي يعني ما فيش ايه ولا توكسيستي في توكسيستي او مش تمام انا مستغرب ليه بقى بدهم نص على فكره او يقول لك على فكره في السبعه دي اللي هي يقول لك ايه ان الجوندس قبل الكوما قعد مسفر الموت في اكتر من 7 ايام دي بتبقى مش حلوه يعني ركز كل ايه الموضوع اللي بعده بقى ده احنا كده خلاص كوما ايه مش فاهم انا برضه انا مش فاهم سبعه تاني ليه يعني جوندس تقعد برولونج جوندس يعني عارف سيرو جوندس ما راحتش خالص فتره كبيره دي بتبقى البرولونج بيبقى مش عارف وبعدين هتاخد فين خلاص بورتال هايبرتنشن بقول فيها الاتيولوجي بس الديفينيشن والاتيولوجي وبسيط بورتال هايبرتنشن عايزين تاخدوا بريك دقيقه لا انت عايز تاخد يا دكتور ايه تاخد بريك دي انت عايز تاخد يعني تاخد دي ماشي نعلمنا ايه دي انت بقى بتتكلم عن ايه يا جماعه بورتال هايبرتنشن بورتال هايبرتنشن طبعا عندك فكره عنه كبيره جدا من بس انا برضه هتعامل وكانه فاكر بس اللي يهمني
النهارده ان انتوا تكونوا الاكيوت ليفر سيل فيلير اتبرور في المطب كويس. اكيوت ليفر سيل فيلير يعني فعلا الموضوع ده مهم وبيجي في الامتحانات كتير، وانا اعتقد اهم موضوع في الهيباتولوجي كله بعد الهيباتايتس. يعني البورتال هايبرتنشن ديفينيشن، امتى تقول على واحد ان عنده اصلا بورتال هايبرتنشن؟ اما يبقى ضغطه في البورتال فين اكتر من كام؟ بس في نقطه، في خطا خاطر الطلبه بيعملوه يوم جاي لان هو متعود في السيستميك هايبرتنشن كان في كلمه بيرزيستنت، فانت لو كتبت هنا كلمه بيرزيستنت الناس هتضحكوا علينا. يعني مش حاسس ما بيرزيستنت اليفيشن جوه البورتال فين، لان انت الضغط العالي اه بيرزيستنت يعني اما بنتنفس شويه او بنشرح للناس بيفهموا بعد شويه كده او بيبقى كده ضغط عالي يعني شويه لكن بيرجع تاني. انما هنا بقى هل الواحد بيتنفس شويه ضغط الوريد المالي بيعلى؟ لا طبعا. وعشان كده ما تضحكش الناس علينا وما تقولش بيرزيستنت، تقول على طول اليفيشن اكتر من 12. حلو الكلام؟ ايه الاسباب اللي تعمل بورتال هايبرتنشن؟ للاسف الاسيف اول من كتب في هذا الموضوع واول من الف في هذا الموضوع كان بتوع الجراحه. بتوع الجراحه لانه اي كيو اميبا فتلاقيه كاتبين الاسباب باسلوب يعني مبتذل جدا، بس للاسف لازم تبقى حافظه كده، وللاسف لما بيجي في الامتحان لازم تبقى كاتبه كده، بس تبقى مدرك الحقيقه. الحقيقه بتقول انا السبب رقم واحد والاهم والاشهر واللازم تبقى عارفه من اليوم هو ده السبب الرئيسي، وكل حالات البورتال هايبرتنشن اللي انت هتشوفها هتبقى وتطبوا فيها يا جماعه ليفر سيروزس. انما بتوع الجراحه بقى لانهم اي كيو اميبا يقول لك لا التقسيمه الازليه من ايام ابونا حطب يقول لك لما تيجي تقول اسباب بورتال هايبرتنشن لازم تقول ايه يا جماعه؟ هذا الليفر اهو. وانا متخيل هو ابونا حطب وقاعد قدام خوف كفره ومنكره وقاعد يحكي لهم يقول لهم ادي الليفر اهو، في سوبرا هيباتيك وفي هيباتيك وفي انفرا هيباتيك، معايا ولا مش معايا؟ فبعدين قام خوف وقال له سوبرا هيباتيك زي ايه؟ قال له يعني فوق الكام؟ قال له زي ايه؟ قال له نفس الاسباب اللي كانت بتعمل سوبرا هيباتيك بتاع الليفر، نفس الاسباب اللي بتعمل كاردياك سيروز اللي هو اللي احنا قلناهم اللي هم كانوا ايه؟ الانفيروجراكيما والهيباتيك فين؟ والانفيروجراكيما بيروح للقلب فاي حاجه في الرايت سايد اوف ذا هارت، وعندنا الانفيروجراكيما والباك كارد سندروم، بس شيل منهم الفينو كلوز ايه يا جماعه؟ ديزيز لان ده جوه الكارد. فهو طب ما احنا يا جماعه يعني هو احنا قلنا منين يا جماعه؟ انا قلت ليفر سيروزز بكل اسبابه، انما بتوع الجراحه يقول لك سوبر هيباتيك. ايوه سوبر هيباتيك اللي هم ايه؟ اللي هي نفس الحاجات اللي بتعمل ليفر سيروزز بس كارديك ليفر سيروز عشان يبقى فوق بالصوره الكارد. انما انفرا هيباتيك، انفرا هيباتيك زي ايه بقى؟ يقول لك طبعا سيبكم بقى من الطب الاصفر، يقول لك انفرا هيباتيك اي حاجه تسد او تضيق الايه يا جماعه؟ البورتال فين. وبتقعد تضحك كده على فكره وتلاقيه يعيش في الحته دي قوي، وانفرا هيباتيك. وتلاقي بقى الطب المصري اللي انا عارفه كويس يقول لك ايه؟ ولا ما بحبوش ابدا، يقول لك ايه يا جماعه؟ في بورتال فين اهو وحاجه تضيقه، يبقى ايه يا ولاد؟ حاجه من بره وحاجه من جوه وحاجه في الهوم. خدش الطريقه دي ابدا، اول ما تحس الطريقه مستفزه كده قولوا لي بقى حاجه من بره زي ايه؟ تيومر. مثلا ده كلام بقى كلام ايه يا جماعه؟ كلام ايه؟ كلام فارغ. لان بص يا ابني انفرا هيباتيك، انفرا هيباتيك هي حاجه واحده بس، حاجه واحده بس هي في جوه، من جوه بورتال فين ثرومبوز. انما الطب الاصفر ايه؟ يقول لك بورتال فين ثرومبوز. اسمع بقى الطب الاصفر عامل ازاي؟ يقول لك بوليسايسيميا. بوليسايسيميا على اساس بيعمل زوجه في الدم فممكن يحصل برضه ثرومبوز. او هارت فيلير عشان ايه؟ كلام فارغ. يا ابني هو بص هو بورتال فين ثرومبوز، وهتيجي تلف تلف لان اهم سبب يعمل بورتال فين ثرومبوزس ايه هو؟ الهيباتوما. وتلف تلف لان اهم سبب يعمل هيباتوما هو ايه؟ الليفر سيروزس. طب ما انا من الاول يا جماعه انما بتوع عشان هم اللي الفوا زي ما بتوع طعميه وخشبه قالوها بالطريقه دي، فكل الناس ماشيين وراهم ايه يا جماعه؟ سوبرا هيباتيك وهيباتيك وانفرا هيباتيك، سواء بطنه او سواء ايه يا جماعه؟ جراحه. تيجي تشوف السوبرا هيباتيك تتجنن لان هي الكارديك سيروزس، تيجي تشوف الانفرا هيباتيك تتجنن، ما هي البورتال فين ثرومبوزس اللي اهم حاجه بتعملها ايه؟ انت تقريبا حالات البورتال فين ثرومبوزس اللي انت هتشوفها هتبقى انطبه في هيباتوما، وسبب الهيباتوما ايه غالبا؟ ليفر سيروزس، معايا ولا مش معايا؟ وبعدين تقول له طب الهيباتيك، يوم قايل لك الهيباتيك وساعتين تسال ليفر سيروزس. تخيل انت فضيحه، والله تلاقي طالب قاعد هيباتيك ودخل طبعا ليفر سيروزس. طبعا ليفر سيروزس، يوم يسالك سؤال طبعا بنعرف ليه الليفر سيروزس بيعمل بورتال هايبرتنشن كمان شويه، لكن ليفر سيروزس واذا ذكر البورتال هايبرتنشن ذكرت البلهارسيزس طبعا. تماما بالهرزيزس الا بورتال هايبرتنشن. ده لما يجي في الامتحان يقول لك كلينيكال بيتشر وبالهرزيزس اهم حاجه تتكلمي عن موضوع ايه؟ البورتال هايبرتنشن، صح ولا غلط؟ لان البلهارسيا لما ناخد البلهارسيا هنعرف ايه اللي بيحصل، تبقى اوفر اوفر كده اوفر قد كده حاجه قد كده يا جماعه مش بنجري ورا الشبشب حاجه قد كده بالظبط صغيره جدا تقعد تتنطور اوفر بقى وانت عارف البلهارسيا الواحده بتجيب بقى ملايين من الاوفر فالاوفر تتنطور في ايه؟ بقى حاجه صغيره تفضل ماشيه واحد بيكلمها لكن تيجي تتحشر فين بقى؟ فاكرين الرسمه دي يا جماعه؟ الرسمه دي كان ايه اللي هنا ده؟ بورتال ايه؟ برايان فرع بورتال فين وفرع هيباتيك ارتري وفرع بايل ده يجي فرع بورتال فين الصغير ده وتقوم الاوفر تتحشر هنا. عارف برضه لو الجسم ساب حالها والله ما هيحصل حاجه لانها هتفلفص برضه وتعرف تمشي. انا صغير كنت بقول كده بالظبط. تقوم ايه اللي يحصل بقى؟ يهاجمها ايه بقى؟ انفلاميشن يحصل وجرانيلوما هو يا معلم حصل ايه؟ فايبروزس الاوفر ماتت ولزقت بايه يا جماعه؟ انفلاماتري سيلز وفايبروزس فالفرع ده اتسد بالضربه والمفتاح. بس هي مش كوبايه واحده،
اوفر فرع وفرع 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 اتسد النت ريزلت ايه تفاجئ في الاخر بورتال هايبر كونكشن. فعشان كده حتى اقول لك بري بورتال فايبر بري بورتال فايبر بورتال هايبر كونكشن. بالنسبه لايه اللي برده تلفيف قليله قوي والطب المذكرات صفراء يقول لك مش بس الشيستزوما ممكن تعمل كده مش بس بالهرزيس عندكم هنا بدل ما اقول بالهرزيس اقول شيستزوميتس شيستزوميتس شيستزوما يعني لان شيستزوما اول ثلاث حروف في شيستزوما ايه اول شيست اس سي اتش الاس اللي هي شيستزوما عادي لا بالهرزيس السي تفكرت ان في حاجه اسمها ايه وده يا جماعه طب الاصفر قوي بس هو عشان سنه 1900 قالها ده دي حاجه عشان تعرف الطب بيتوارث وخلاص اول مذكره سنه 1900 كتبها في الاسباب في الجراحه كتب البطنه والجراحه كله اللي هو سي يقول لك كونجينيتال ماشي على فكره الكونجينيتال دي مهمه بس في الاطفال يعني في ناس بيبقى عندهم كونجينيتال بورتال هايبرتنشن خصوصا في الاطفال وده حلهم الوحيد ان انا اعمل ليفر ايه يا جماعه ترانسبلانت مالهاش حل تاني يعني هو يا جماعه مش هيعيش لك لغايه ما ايه طب والاتش عشان تعرفوا برده ان الطب يتوارث والطب من 1910 واحد قال تحس ان كلمه عظيفه قوي يعني اللي هي ايه يا جماعه الاتش اللي هي هوت شيكن لينفوما تحس ايه اللي بورتال هايبرتنشن ده خلي هوت شيكن لينفوما فاهميني ولا مش فاهمين بس هو الفكره الصفرا كلها على فكره تفتح بطنه تفتح جراحه تلاقي الاسباب مكتوبه كده بالظبط سوبرا هيباتيك اللي هي ايه اللينفوما تلاقي بقى الليمفوما لما نبقى ناخد واحنا خدنا على فكره النهارده الليمفوما وكان بتاثر على الليفر اصلا وقلنا كمان ان هي ممكن كمان تزود ايه يا جماعه تعمل ثرومبوزس اصلا يعني الهيباتوما في حد ذاتها تعمل ثرومبوزس غير ان هي بتاثر على ايه على الليفر غير ان هي بتكبر لما الليمف نود تكبر تضغط على ايه على البورتال فين فبكذا ميكانيزم بس على فكره غير قوي لان اصلا انت كان عشان يحصل ان الليفر يتاثر انت كنت بتخش في المرحله الرابعه يا جماعه فمش ده السبب اللي انا ايه هيكون مات بسبب حاجات ثانيه قبل مش ده السبب اللي انا اكتبه يعني بس انا كنت عليها وخشبه كتبوها فتلاقي كل المذكرات صبره هيباتيك اللي هما ايه كارداكس ومس ومع ذلك الطالب بيحفظه هتلاقي لو الطالب مثلا الاي كيو بتاعه قليل شويه يرجع بيته يعمل ايه يا جماعه رايت سايد هارت فيلير ترايكاز بيد ستينوزس ترايكاز ومش عارف ان هما دول نفس الاسباب بتوع ايه كارداكس روز وبعد كده تخش على الهيباتيك اللي هو ليفر روز من جا على من ناحيه والناحيه الاخرى ايه بالهرزيس بدل ما تقول بالهرزيس تقول شيستزوما الاس شيستزوميزس اللي هي بالهرزيز السي كونجينيتال الاتش لوجيكال لينفوما هتاكل خمس صغيره خلاص اكتب لهم لوجيكال لينفوما والانفرا هيباتيك اللي هم ايه؟ بص يا جماعه سيبوا الكلام ده السبب الرئيسي اللي بيعمل ليفر عشان حتى لما تكبر تعرف ان اي واحد هتشوفه في حياتك عنده بورتال هايبرتنشن والله العظيم بيبقى ليفر سيروسس معايا؟ يبقى انت تسال نفسك السؤال الاهم هو ازاي الليفر سيروسس اصلا يجيب بورتال هايبرتنشن؟ ورسما مبين ازاي الليفر سيروسس يجيب بورتال هايبرتنشن؟ في اسباب مقنعه بس مش هي دي لو يقول لك مثلا عشان في الجينريشن موديول صح فبيبدا يضغط على ايه في الفاتكس بتكبر فيضغط على بورتال فين اي حاجه بتضايق البورتال فين على فكره النظريات المنظم تربع فين لكن في واحد بقى ذكي يقول لي ايه ده البورتال ترايد اللي فيه كام حاجه ايه ده ده البورتال فين فرع من البورتال ايه هو غريزه وده فرع ايه حاجه وده فرع ايه فرع بقى ملهاش دعوه بينا حلو الكلام الضغط في الارتري اعلى ولا الضغط في الفين الارتري خد بالك عنده ليفر ايه سيروز يعني في فيسترا فتحوا كلهم ايه يا جماعه على بعض الضغط ينتقل من اعلى الى اقل خالص فتفاجئ يوم واحد يقول لي عشان كده جزء اصيل من علاج هنقول الحصه الجايه ندي فازو برسين لان الفازو برسين مقفل لك الايه الشرطات يوم الضغط شوف بقى الفازو بسين قيمته ايه؟ معايا؟ فهو عشان كده يقول لك يبقى ليه بيحصل اصلا ليفر ليه ليفر سيروزس يعني بورتال هايبرتنشن؟ ثلاث حاجات الليمفاتكس ريجنريشن موديول لكن اهم واحده فيهم هي دي ان في فيسترا بتوين الهيباتيك ارتريون اند بورتال فين في البورتال ترايد. اسال سؤال خد طبعا بورتال هايبرتنشن في الجراحه ايه الباثولوجي بتاع بورتال هايبرتنشن؟ باثولوجي اللي هو الكلام بالبلد يعني فيها ايه لما يبقى واحد عنده بورتال هايبرتنشن؟ فيها ايه؟ ما تيجي كده قربوا احنا عندنا يا جماعه ادي الليفر اهو الليفر اهو ادي الليفر اهو معايا بقى لسه هنقول له هات من بره ادي الليفر اهو وده ايه؟ البورتال فين؟ مع ان الكلام ده راح انتوا عارفينه يعني البورتال فين ده نتاجه تحدي معاه ده دي مش عارفينها بعد الحرب سكرين سكرين سوبريم ريزنتر السوبريم ريزنتر جاي من الديستنت والسكلينيك جاي من السكرين يتحدوا كده مع بعض او يتحد عشان مع بعض ليكونوا البورتال فين
بورتال فيني واخد الدم تكتين الدم للليفر وبعدين بقى لفيته اللي انت عارفينها يروح بقى مش عارف ايه وبعدين يجي الساينوسويد والكلام فعلا بقى ويطلع من الهيباتيك فين يروح فين في الوبنكيا في الوبنكيا طبعا عارفين بيروح فين. طب احنا عندنا دلوقتي لما كل اللي حصل هنا السكه مسدوده بورتال هايبرتنشن نتج عنها ثلاث حاجات وش واحنا قاعدين في البدايه كده ثلاث حاجات. اولا ده ما هيجي يجري من السبرين كده يجري جامد يلاقي هنا السكه مقفوله بضبر مفتاح ويستنى في السبرين يوم يعمل سبرين وميجا سبرين الكونجيشن احتقان في السبرين ده دي اول كلمه. يجي الدم يجري من الانتستين يجري يلاقي السكه هنا يا جماعه واقفه ومسدوده من هنا في 60 ميله واقفه فيستنى في الانتستين يحصل لك انتستين يا جماعه كونجيشن. وبعدين ادي حاجتين كده احنا قلناهم من غير ما نقول اي حاجه اللي هو في كونجيشن هنا وفي كونجيشن في الانتستين عشان كده العيان هنعرف في الكلينيكال بيكتشر كمان شويه ان عنده الليفت هايبوكوندريا بالسبلين كبير قوي مش شرط كبير بس بيتوحش هايبرز بالنس هنعرف على طول عنده ديسبيبسيا وديستنشن وحاجات من دي. ولكن في حاجه ثالثه لما تبص في الرسمه وتتمعن تدركها هو ايه الدم ده هدفه ايه في الحقيقه اللي راح للليفر راح للليفر ليه ينبغي ويخرج يروح على الفيروبراكيب والفيروبراكيب ياخده فين على الانبولاز بقى ياخده بقى ويلفه الجسم كله بقى معايا ولا مش معايا. فالهدف الاسمى للدم انه يصل الى في النهايه الى القلب ولما يصل الى القلب هيقبل كل الاورجانز صح ولا غلط. بس السكه الشرعيه عشان يقبل الشرعيه دي بدل السكه المنزليه عشان يوصل للقلب لازم مرن بمين العضو الشرعي لان الليفر ينظفه يوم يطلع بقى يوصل القلب وهو نظيف من السموم صح ولا غلط. انما احنا يا جماعه السكه مقفوله بضبط مفتاح هو انت ما تلاقيش شارع رئيسي مقفول تقوم تبدا تمشي فين بقى تروح السيستم سيركيليشن حوالي او جوانب او شوارع جانبيه ضيقه صح ولا غلط اللي هي الشمس. الشمس دي على فكره مفتوحه عندنا كلنا يعني الشمس دي اوريدي عندنا اصل اوعى تفتكر ان جالك بورتال هايبرتنشن تبدا هي بقى تتكون او الشيطان بيتحول تلاقي بقى الشنطات بتتحول وبتبدا ده مش فيلم كرتون انما هي موجوده. بس انت لما يبقى الشارع الرئيسي عندك سايق بتمشي في شوارع جانبيه لا الا بقى لو عايز الشارع الرئيسي سايق صح جامعة دور سيدك مثلا عند بايت هاوس وفودافون ولوكيشن وحاجات تانية فهو الطريق بنمشي فيه حتى الجيم ينزل على الاخر ليه؟ انما لو هو بقى مسدود بقى بندبر ونروح قوي نروح ايه يا جماعه؟ الشنطه اليوم يمشي في شنطات اللي هي برضه سيستم سيركيليشن يوصل لمين؟ بس المره دي يوصل للقلب بس مش مرن بالسكه الايه؟ الشرعيه دي مش مرن بالسكه الحقيقيه نموذجيه راح في سكه ثانيه معايا. فهيحصل ايه يا جماعه؟ سموم اتنقل 60 ميلا يوم يحصل ايه يا جماعه؟ هيباتيك انفارمسي. شوف بقى هنا البورتال هايبرتنشن معرض ان يدخل في هيباتيك انفارمسي ليه؟ لان الدم وصل الدماغ من غير ما ينضف في الليفر لان السكه هنا مش سالكه فراح في شوارع جانبيه، الشوارع الجانبيه طبعا سكه فيها مش موجوده معايا ولا مش معايا بس كده. فهو يقول لك شوف لما تبص للرسمه دي الرسمه اهي اهي والله اهي ما عندكم بقى مرسوم ايه؟ ثلاث كلمات بالظبط سبلينيك كونجيشن انتستين كونجيشن هيباتيك انفلوباسي هيباتيك انفلوباسي لان الضغط وحتى تلاحظوا ان الضغط عارف البورتال فين عرفت مين؟ عارف الضغط ازرق كده لا الاحمر ده لا انت ماشي انما البورتال فين تحس راسخين كده ايه؟ لان في ضغط. فالمهم لكن عشان كده بقى اغبى سؤال في الدنيا لما واحد يجي يقول لك ايه كلينيكال بيتشر بالمناسبه كلينيكال بيتشر البورتال هايبرتنشن هيبقى 6 حالات والكومبليكيشن 6 حالات والتريتمنت 6 حالات وقبلهم الانفستيجيشن 6 حالات ستات كلهم اه صح 4 6 حالات يبقى انت تذاكر 24 نقطه الموضوع خلص. شفتوا بقى يا جماعه النهارده هنقول بس السته بتوع الايه؟ كلينيكال بيتشر بس انظر الجراحه لا مش انظر الجراحه انظر الرسمه الرسمه. طب بصوا يا جماعه انا دايما بقول الحته دي اقسم بالله بقى وانا بحلف بالله لو جبت اغبى واحد على وجه الارض يعني اللي هو واحد اي كيو بتاعه مفيش انا فيفلس اي كيو انيما اي كيو ورق شجر ورق حمر هيجيب من السته 5 ده 5 هو ساب ايده يعني من السته 5 اقسم بالله لان رقم واحد ايه؟ في ناس يا جماعه على فكره يا جماعه في حاجه في واحد لا مش بوصلك انا والله انت انا بعتذر بس انا مش عارف ليه كل ما بتكلم عن حاجه بتكسر والله بتكسر ليه بوصلك؟ انا بوصل والله بس مش عارف ايه. اول حاجه وانت قاعد بتتكلم يوم مش هتكلم خالص مع بعض اول واحده ايه؟ كلينيك ايه؟ كونجيشن ثاني حاجه انتستنا ايه؟ كونجيشن ثالث حاجه هتبقى ايه؟ سائلها في الباثولوجي انفلوباسي اللي هي الهيباتيك انفلوباسي بقى اللي هو سيد سيد وتكتب القصه دي ورابع حاجه ايه بس؟ اسايتس اصيد زحمه ده انا نفسي بعضم لساني لو كان في الاصعب لسه امبارح لسه 13 24 ساعه قلت ان البورتال هايبرتنشن هو السبب الثاني اللي بيعمل ايه يا جماعه؟ اصيد
ورقم 5 لو ما اتكلمناش خالص مع بعض ده لسه بقول السبب الرئيسي الذي بيجيب بورتال هايبرتنشن از ليفر سيروز اكيد الليفر سيروز سيبك بقى من طول بالاصفر والهودجك الليمفوما وان مش عارف ايه وكونجنتال ده في الاطفال يا حبيبي انما احنا عندنا ايه يا جماعه الليفر سيروز احنا جبنا 5 واحنا سابين ايدينا ده انا لسه ما عملتش اي حاجه ورقم 6 يعني ما اعتقدش ان حد بقى مش عارفها البورت سيستم شانس تفتح تفتح فين بقى هنعرف دلوقتي ولو ان انتوا عارفين في الجراحه بس انا اعرف دلوقتي معايا ولا مش معايا نخلص من الخمسه اللي في الاول واحد اسبرينيك كونجيشن تحاله بصوا للرسمه تحاله ده مش عارف يعدي حصل اسبرينيك كونجيشن ولهذا هذا العيان هيبقى عنده ايه يا جماعه تقل في الهيبوكوندريا بس لازم تعرف ان اللي في دماغك غلط وانيميا لازم تعرف انه مش كل ما البورتال هايبرتنشن يزداد يقوم الاسبرين يكبر يعني مش اللي هو تدخل تلاقي عندما انسان طحال داخل عليه طحال والله لو تيجي تحس من عند اللي رايت قلب فصه كده تلاقي طحال في ايدك يا نهار اسود اللي هو تشوف بقى كبر سبع مرات ولا حاجه هل معنى كده تقوم قايل له يا نهار اسود ده انت عندك بورتال هايبرتنشن غير عادي في زمن غير اعتيادي مش شرط وممكن يبقى طحال صغير قد كده وبورتال هايبرتنشن جامد جدا لان النو ريليشن بتوين السايز والسيفيريتي اوف المرض وهزيدك من الشعر بيت ان ساعات المرض لما بيزيد البورتال هايبرتنشن يحصل بليدنج البليدنج اللي اصلا خلي البليدنج بتاعك يكش يعني شفت بقى فعشان كده لا توجد اي نوع من انواع العلاقه بين السيفيريتي بتاعه المرض والايه يا جماعه ليس كلما انما الاشكاليه عندي مش الطحال يكبر بالمناسبه الاشكاليه عندي انه يتوحش وليس قلتها قبل كده الكلمه دي مليون مره ليس كل طحال كبير متوحش كما انه ليس كل طحال متوحش كبير يعني ايه طحال متوحش هايبر اسبلينيزم السبب رقم واحد في العالم اللي بيعمل هايبر اسبلينيزم ايه هو رقم واحد اللي بيعمل هايبر ايه هو هايبر اسبلينيزم هو البورتال هايبرتنشن وعشان كده يا جماعه تشوف عيان البلاريسيا ساعات بيبقى حله الوحيد انت عارف ايه تشيلوا الاسبرين مش هو انت خدتوا الانديكيشن الاول في شيلان الاسبرين ايه ان انت تشيل الاسبرين ايه الانديكيشن الاول هل هو يكبر يعني لو لقيته حاطط حاله كبير اشيله لا ما توحش فساعات العيان بالهرسه عنده الاسبرين كبير ومتوحش قوي يعني تلاقي الار بي سيز قليله والوايت بلاد سيز قليله والبلاتلت قليله لازم تشيل الاسبرين شفتوا بقى يا جماعه فهنا القضيه هنا هي في الهايبر اسبرينيزم يقوم يجي حاله في الامتحان بقى حاله ليفر وكل الناس عارفين ان هو ليفر لكن يقوم جايب خط صغير جدا لا يرى بالعين المجرده ويكتب القيم اللي تحت ايه قيم طلبه كتير بيشوفوا القيم دي نوع من انواع الشياكه يعني لانه اصلا مش حافظ الطبيعي يقول له سجوت وسجبت والكلام فوسفاتيز ومش عارف جامع ايه وبتاع وصوديوم وبوتاسيوم ومغنيسيوم كل ده ويجي بخط صغير جدا يقول ايه بقى والار بي سيز قليله والوايت بلاد سيلز قليله والبليتلت قليله تشخيص الحاله يبقى ايه يا جماعه هايبر اسبلينيزم ولو شخصها غلط تبقى فضحت القرن ده اللي شخص حاله في برانش وطلعت في برانش ثاني خالص شخصه هيباتولوجي وطلعت ايه يا جماعه بلاد يعني اللي انا اعرفه انت بتشخص غلط ماشي وارد انما في نفس ذات البرانش في نفس ذات المنهج انما ده انت شخصت هيباتولوجي وطلعت حاله ايه في الاخر يا جماعه هايبر اسبلينيزم تبقى فضيحه يعني فخد بالك من الحاجات دي كويس قوي فالمهم رقم واحد هايبر اسبلينيزم رقم اثنين شي اي تي ايه يا جماعه كونجيش عندي فرق واحد عنده كونجيشن في الشي اي تي طبعا اهم كلمه فيهم ولو خدتوا جراحه طرف الكلام ده ديستنشن الجاستروبس يبقى والبيت كانت تحطها في كومبليكيشنز دي على اللونج ران انما ديستنشن معايا وخد بالك كلمه ديستنشن وديسبيبسيا معايا وايه مش فارقه كتير قوي مع المصريين لان معظم المصريين اصلا عندهم ديستنشن عندهم مش فارقه واضح ولا مش واضح الليفر سيروتك يعني ايه سيروتك؟ سيل مشرد لا كل ده سايبين ايدينا ومع ذلك هتلاقي واحد بيرجع يفتح كتاب ويلا بقى ايه يا بقى مسهل ونبدا بقى نذاكر ليفر سيروز وموعدنا ونجيب ورقه وقلم جنبه تخص بقى ايه ويعمل ومش عارف فنجان قهوه ويشرب مش عارف وقاعد اللي هو ايه يا جماعه قصص وفي الاخر اليوم خالص ذاكرت اه ذاكرت ايه يا ابني؟ ذاكرت الكلين انترفيشن بتاعت البورتال هايبرتنشن والله كنت اقول لفظ ما صحش في حصه محترمه اقسم بالله كنت اقول دلوقتي ذاكرت ايه يا ابني؟ الكلام ده تذاكره على واقف يعني وانت واقف كده ساند على البتاع تك تك اول خمسه خلاص السته دي خدناها في الجراحه خلاص ذاكر بسرعه يا ابني تعود تذاكر بسرعه كده ما هي فعلا والله لازم مذاكره سريعه انت عارف مشكله بلدنا دي الايقاع البطيء ولما تسافر تاخد بالك من كده حتى في طريقتهم في الكلام حتى في شغلهم تلاقيهم اول طب انتوا اول ما تنزل اي بلد لو انت مش واخد بالك كده تحس ان انت ايه يا جماعه هو في ناس مستعجله ليه كده تحس ان احنا قوي والله يعني انا فاكر فعلا اول ما تنزل ناس بتجري بسرعه كده مش يعني انت ايه وقاعد وبتاع صح الفل صح ما تجيش كده اوكي هو مثلا الايقاع نفسه ايه فاكر انت دي جت منين فاكر انت برامج القناه الاولى والثانيه احنا طلعنا على القناه الاولى والثانيه تلاقي اللي هو فاكر انت كان في برنامج دايما يجي كده يقول لك ايه امين يا ما يجي وده بس ايه والله يا جري في مصر معلومه رهيبه وما زال والله الايقاع ده ايه ده تقريبا مفيش بلد كده في العالم يعني هات سين هات مفيش حاجه اسمها اوباما
هو كده القاع سريع، خليك قاع كده سريع في الحياة. فالمهم ده كده اللي هو رقم واحد يا جماعة. أول واحد فيه أنت البرامج دي يعني الجو الآن فكريه الراديو إيه؟ أو الراديو خلق فده كده اللي هو يا جماعة رقم واحد قلنا رقم واحد واثنين وثلاثة أدي خلاص أربعة أسايتس. الساق أكتر من كام؟ واحد واحد ماشي ولا قال لا وقت سرعة طيب تعرف منين انت جاب سرعة بورتال هايبر تنشن اكبر من اساسا واحد ماشي البورتال هايبر تنشن يجيب اسايتس لوحده لا لوكالايز ليه انت ما عامل زي اصل برضو انا امبارح حتى ملطع حاسس برضو انتوا مش فاهمينها لا في وجود الهايبر اقول لك انا على حاجه بمناسبه الرجيم الوحي الرجيم والبيتزا بصوا يا جماعه عارف انت لما بتعمل رجيم بتخس طب لو انت عايز تخسس البطن اكتر لو انت عايز تخسس البطن بيتزا بقى بيتزا ما هو بيتزا مرتين ثلاثة خلاص خلاص مرتين ثلاثة كم لا 300 كالوري يعني ممكن واحد ما ياكلش بقى فبصوا بقى يا جماعه ال اما واحد يعمل جيم بتخس بس برضو زي الهايبوالونيميا يحصل اديمه في كل الجسم فواحد بيعمل جيم بيخس كله طب انت عايز تخسس البطن البطن بس هي دي اهم حاجه مثلا تقوم تعمل تمارين ايه بطن تمارين البطن هنا وانت بتعملها تقوم تفتكر البورتال هايبرتنشن تمارين البطن هي انت المفروض تخس من كل الجسم بس خلي تمارين البطن لوكالايزنج من الحته دي الاول تبقى اول حاجه تخس تخس فاهمين انا اقصد ايه يا جماعه هل تمارين البطن لوحدها تخسس لا واحد بياكل زي اقول ايه وبيعمل تمارين مش هخس شوف نفس واضح ولا فهو نفس التشبيه انت واخدين بالكم فالبورتال هايبرتنشن بيقولوا له كده في الشفا قول له يا دكتور زي ما تكون انت مثلا عايز تخس بالذات لو كان دكتور تخين شويه فالمهم ايه فده كده اللي هو البورتال هايبرتنشن قلنا الساق اكبر من كام 1.1 واضح ولا مش واضح واضح قلنا كده كام واحد دكتور عايزين نفطر انكفالوباسي الانكفالوباسي كام الست حاجات تقوم كاتبها انا يا جماعه اول خمسه ما ذاكرتهمش والايتيولوجي ما ذاكرتوش لانه خلاص عبر عباتك عباتك كان في عباتك والديفينيشن ما تعرفين اكتر من 12 والباثولوجي ما يتقال في الرسم هي حتى تراونتيها فهيبقى هي رقم 6 رقم 6 شنطات موجوده فين بقى في اماكن كتير قوي خط الجراحه في اماكن لاس ده في الجراحه لازم تاخد اكتر من 3 5 البطنه انا اخد 3 ان شاء الله حتى ما اخدش الا واحده بس هي دي المهمه اللي هي السوشيال بس انما في الجراحه لا مهمين ده في كتير انت عارف ليه مهم كتير تعرف اكتر من 3 لان في الجراحه انت بتفتح بطن وتشتغل فممكن تلاقي فيه وانت بتشتغل تلاقي كولاترالز ايه يا جماعه انا شايله في سكه وانت مش عارف فلازم تبقى واخد بالك ان في كولاترالز بتتنقل في 60 نيله انما اشهر 3 شنط بيصلوا ما بين البورتال سيركيليشن والسيستميك سيركيليشن اهو انتوا عندكم ادي كده الرسم عايزين ورق كمان بقى لا ما دي خلاص دكتور شخبط لك هنا كده يا دكتور عشان حضرتك ايه دكتور ليفر هي ليفر قد كده يا دكتور بص يا جماعه اهو خلاص يا ابني خلاص الليفر اتبسط انت بتقطع من هو يا دكتور يعني بص يا جماعه ده ايه بورتل يعني الورقه عشان الرسمه دي بص بس لسه شغل جه الولد هيعيط الولد هيعيط استمر لا خلي الولد ده سكرين ده استمر وبعدين دي كده ايه وبعدين كده خد الورقه يا ابني خد الورقه انت عايز توصل بورتر معايا بنتي ليلى سي بزفر كويسه بقى مستنيك ترسم الاسبرين فعادي مش هرسم الاسبرين انا هنا بتسكر هنا ايه حلو الكلام البورتو سيستميك شانس بتيجي يا فوق يا تحت يا في النص انا اللي تهمني في البطنه اللي فوق تلاقي الاسوفيجيال ايه يا جماعه فارسز فارسز الفينز هنا كده اسوفيجيال فينز هنا كده معايا وتلاقي هنا في ايه كوروناري فينز بتاعت الاستومك كوروناري فينز بتاعت الاستومك دي اصلا طبعا بورتر سيركوليشن يعني بتصب في الاخر فين في البورتر سيركوليشن والاسوفاجيه هنا بتصب اللي هي فين سيستميك سيركوليشن ضغط عالي قوي في البورتر سيركوليشن المفتاح يبقى جاب فيروس السنه بس دوالي خد بالك ان تلت الناس اللي عندهم دوالي هم بس اللي بيرابشروا مش كلهم بيرابشروا طبعا بس خد بالك بقى ان 90% لا مش 90% 100% الناس اللي عندهم ليفر بعد 10 سنين انا بقول لك لازم هتلاقي عندهم دوالي الاسوفجيال فارس لازم بس هي القضيه هيربشر امبيندنج رابشر ولا لا ده اللي هنعرفه بالاندوسكوب حاجه اسمها الريد سايت المهم يعني ادي اول مكان ده المكان الاول وده اللي هنتكلم عنه بالتفصيل الممل طبعا لازم تعرف كويس قوي طب في عندنا كمان بقى هنا حوالين الامبلكس دي بقى تهمكم في العملي كابوت ميدوزا او اللي هو زي النافوره او شعر الجنيه تعرفين كابوت ميدوزا اللي هو الاساطير الجنيه بتاعت الاساطير دي
هو ليه سموها بص ما حبش كافت ميدوزا الاشعر الجينيه والكلام ده هو بيبقى اتجاه الفين بيبقى من بره من جوه لبره ولا من بره لجوه من جوه لبره زي مين بالظبط زي النافوره تقولوا كده زي النافوره النافوره بتبقى الميه خارجه منين من جوه لبره واحد يقول لي دي تفرق معايا ولا طبعا لان اتجاه مرور الدم هيفرق او بيبقى شو يعني فوق مستوى الامبلايكس اتجاه مرور الدم منين من تحت لفوق دي حتى لو كان شكرنا كان قام حظ مرخص اللي هو من تحت لفوق معايا ولا مش معايا طب اتجاه تحت مستوى الامبلايكس ما زي النافوره يبقى من فوق لتحت اهو السهم اهو يا جماعه سهل قوي يعني تقول لي هو الاتجاهات مهمه اقول لك طبعا انت ما سمعتش عن تيست اسمه ميلكينج تيست ايه الميلكينج تيست ده بقى يقول لك بص هو انت كبوت ميدوزا على فكره انت مش هتلاقي كبوت ميدوزا حوالين الامبلايكس في شعر جنيه كده نحن في الزمن قال فيه العيان اللي يا جماعه ده تلاقي واحد فيهم او اثنين مش هتلاقي انسان في اصواح بقى يبقى مثلا بريء قوي وطيب قوي لو تشوفه تحس ان الدنيا دي لسه بخير يفتكر ان هو هيشوف بطل عيان اللي كبوت ميدوزا ونقص يلاقي بقى مكتوب تحتيها كده سي ام كبوت ميدوزا اللي هو باختصار كده والله فاكر كده تلاقي ان واحد او اثنين ده بالكثير يعني طب هو انا اي فين اشوفه واحسه بايدي واشوفه هو وارم كده واحسه بايدي هل ده يبقى كبوت ميدوزا لا لان ذا موست كومن كوز از ايه inferior venacava obstruction بس الانفيريور venacava obstruction انا بقى ما اعرفش ليه اتفرع كده هنا اي فين ولازم على فكره مش بس يبقى باين يا سلام طب ما رفيعين قوي لو رحت مثلا ما تروح حتى شرب وتقعد ركز كده وانت قاعد على البحر بس نقي ايه واحد لو واحد مش هتبان برضه قوي خليه لو لقيت بس حد يبقى رفيع قوي ممكن الفين تبان انت واخد بالك هل ده بقى تروح تقول لها يا انسه يا انسه انت عندك كبوت ميدوزا لا لازم تبقى كمان حاسه بايه حاسه بايدك لازم عشان كده بقى هل انا اي فين اشوفه احسه بايدي استنى يا بنتي استنى الاسبوع الجاي كده بالهدايه يلا بالهدايه اهو يا جماعه سيبوا زي الحلو طب هو الانفيريور فينيكيفا يقول لك الاتجاه بيبقى من تحت لفوق ده لو شكر هنا كان من تحت لفوق يعني يا جماعه عشان كده ان اتجاه الانفيريور الفين بتاع الانفيريور فينيكيفا اوبستراكشن نفس اتجاه كبوت ميدوزا فوق مستوى الامبلايكس عشان كده انت تعمل الميلك طبعا عارفين الميلك تيست بتعمل ازاي تعمل كده فضيت الفين حلو الكلام وبعدين تشيل صباعك الايه اللي تحت ده لو هو كان الاتجاه من تحت لفوق ايه اللي هيحصل هيملى بسرعه جدا طب لو كان من فوق لتحت هيملى برضه بس ببطء قوي مش مفيش حاجه اسمها مش هيملى زي واحد يقول لي لا اصل الدم جاي من فوق هو جاي من تحت فوق وانا ماسكه بايدي لا بيتحرك برضه واخد بالك يعني بيتحرك بس يا جماعه بيملى بسرعه ولا بيملى ببطء فخد بالك من الحته دي اما يطلب منك يقول لك هاو تو ديفرنشيت بتوين الفيرو انا كيف ثرومبوزس اند كابوت ميدوزا هو بيسالك ليه هو مش عايزك تعمل بلكي تيست صح ومش هيستناك لما تعمله على فكره وغالبا مش هتعمله صح مش هتعرف تعمله صح انما هو بيشوفك بتعمله فين واحد يوم عامل فوق مستوى الامبلايكس هيقوم هو لف كده بيديك صفر ايوه حبيبي بتعمل ايه لازم تعمل انا دكتور بعمل ميلك والله حبيبي بتعمل ازاي بقى واللي هو تقعد كده وهيفضل يجاريك اتجاه ايه بقى طب ما هو ده تعمله تحت الامبلايكس تحت الامبلايكس معايا ولا مش معايا يبقى الكبوت ميدوزا فوق الامبلايكس فوق الامبلايكس وجبت كام محتاجه حجه على فكره انت محتاج كمان حجه مش فاللي هو فوق المسار يبقى زمان خد صفر ايه ده الدكتور اللي هو كده اكيد والله تفوق مسار الامبلايكس ده دي اصلا ايه اللي هو مش هيستنى معاك بقى طب بتعمليه ازاي طب هو قاعد يقول لك بقى بتستعمل ازاي والكلام ده بجد لو او مستوى لو شوف لك هنا هيبقى منين هتقول من تحت لفوق امال كبوت ميدوزا هنا فين ما هو اللي تحت فوق هي يعني حتى من تحت لفوق اللي بيلعب في فرق تاني ابسط من كده والملك اكتس ولا بتاع قول له لف قول للعيال لف على لو على الظهر يبقى في فينا كده لو ليه انت على الظهر يبقى ده الفيرو فينا كده ايه ما بيصرفش ليه لان كبوت ميدوزا بيبقى الفين حول الامبرايتس واعتقد ان مفيش امبرايتس في وعشان كده يا جماعه تقريبا عشان برضو ايه وعشان كده لو لقينا فين كمان في الظهر لا يبقى ده نحتاج ايه فيرو فينا كيفا فوق مستوى الامبلايكس معنى كده ان انت ما حضرتيش راوند في الكليه دي مش هقول لك مثلا لا على فكره انا ماتشنج عادي كده فعرفت ده ايه قلتله كحي كده فما حدش ده انت فكرت ده انت ولا حضرت راوند بطنه ولا جراحه انا خلاص يعني راح ازاي يعني ازاي ما تقلقش يا دكتور طب انا الحاله اللي جاتني كانش عنده امبلايكس كانش عنده ايه يا ولد ايه كان عامل ايه كان انسان كان انسان ولا كان كان في بطل بص انا بجد يا فكره انا معاك شفت كتير والله بص بقى يا جماعه ندخل
الانا الكلام. هنا بقى لان دي نقطه مهمه وعايزين نتناقش فيها براحتنا. عندنا كرسي ما خلاص بنخلص اهو. الانا الكلام تعرفين طبعا في السوبيريور ريكتر بقى والميدل ريكتر والانفيريور ريكتر والقصه الوهميه. اما بيحصل هنا السيستميك سيركيليشن والبورتر سيركيليشن يتحدوا مع بعض يعملوا لك هنا ايه بقى؟ هل يحصل بوينتس ولا لا؟ يحصل بواسير؟ ايوه احنا استخدمناها لا بتحصل في في جوه دي بتشوف انترنال في سؤال دكتور سؤال يا جدعان البايلز هل البورتال هايبر تنشن يعمل بايلز ولا ما يعملش بايلز؟ ما يعملش بايلز رانور يس اور نو ايوه خدتوها اقول لكم ايه بقى؟ مش ما يعملش نادرا نادرا البورتال شوف تقريبا بص انا كاتب يا جماعه اكشوالي ما يعملش بايلز يعمل بايلز في فرق كبير قوي جدا خالص لان اولا ده فين مش ارضي ثم ثانيا هل البورتال هايبرتنشن يعمل بايلز المفهوم اللي هو ارت اللي هو البايلز اللي تحطها في الجراحه لا ليه اولا لان المسافه بعيده قوي يا جماعه مسافه بعيده من البورتال هايبرتنشن لحد الانا كانال تحت ثانيا لان حتى لو الضغط عليه هنا يا جماعه الانا كانال بتبقى في حاله كونتراكشن دائما وبالتالي هذا الكونتراكشن يمنع اساسا ان الضغط ينتقل الى الانا ولهذا انا بسالكم ليه لان نظريا يحصل بايلز لكن اكشوالي واقعيا ما يحصلش بايلز شفتوا بقى يا جماعه شكل بتاع الجراحه ساعات برضو يقول لك بص هتلاقي واحد بتاع الجراحه يقول لك بيحصل بايلز قول له انت شفت قبل كده بورتال هايبرتنشن عمل بايلز معناها اللي هو بايلز يقول لك لا تقول له امال في ايه هو ما بيعملش بايلز فده كده اللي احنا عايزين نشرحه النهارده ولا انتوا كفايه كده كفايه كده عشان خاطر الحصه الجايه بس حصه حلوه تبقى يوم سكه يوم الثلاث شاحن مسافرة بكرة يا بنتي ولا ايه؟ مسافرة بكرة؟ اه ان شاء الله. سلامة بتبقى لنا معمول. كمان مرة بتفرش من 3 ل 4 عشان كده ليه؟ كده عشان جمعة بقى يا اسبوع واحد. لا 10 ايام. هرجع عادي. خلاص هناخد جمعة وسبت وحد. هناخد 3 4 5 بس. المعلومة دي هيحصل عليها الاثنين طبعا تيجي الحالتين بعد. حصل جاي السوبيريور يوم 3 ايه؟ السوبيريور يوم 3 اول. نعم اقول لك ايه مش بقى لك ثلاثه انا اشوف الفاليتي انا معرفش ايه دكتور هجيب حاجه سوبر عادي لو ما فيش فودافون هجيب لك انا لو ما لقيتش والله فودافون هبعت بالليل لو ما فيش فودافون جامعه الدول